اتمنى يكون اغلب حضراتكم حضر معانا السيشنز اللي فاتت او الويبينارز اللي فاتت. احنا ابتدينا السيريس دي في سبتمبر، من اول شهر سبتمبر. هي سيريس من 4 اجزاء. دي النهارده ثالث جزء، هنتكلم عن سيلكتنج اجورنال فور ببلشنج. الصوت تمام؟ تمام. طيب، معاكم انا دكتوره شيماء هيكل، كونتري امباسادور في الكوليكتيف سولوشنز في الف بي. وهيكون معانا برضو النهارده الباشمهندس خالد شعلان، هو كونسلتنت في كور ريسيرش سولوشنز في اي سي بي. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين، الويبينار كلها او سي اس كلها مقدمه لحضراتكم من خلال بنك المعرفه المصري. ودي باقي السيريز او الويبينارز اللي فاتت، اتكلمنا عن identifying trending research topics، وده كان اول يعني اول جزء في السيريز بتاعتنا. وبعد كده اتكلمنا عن literature discovery، النهارده هنتكلم عن selecting a journal for publishing. وان شاء الله اخر جزء هيكون يوم الاربعاء الجاي عن preparing and submitting a manuscript. واتمنى برضو اشوف حضراتكم او نتقابل تاني مع حضراتكم يوم الاربعاء الجاي. خلونا نبتدي على طول. المحاضرات اللي فاتت، كل الويبينارز بتاعتنا بتكون ريكوردد وبتنزل على طول على اليوتيوب شانل بتاعتنا، وهوريها لكم في الاخر، هحط لكم اللينك برضو علشان لو حد حابب يرجع ليهم او يتفرج عليهم بعد كده. طيب، احنا هنبتدي على طول بانترودكشن وريكاب سريع عن السيشنز اللي فاتت. بس خليني قبل ما ابدا ده كده سؤال سريع، واتمنى حضراتكم تجاوبونا حتى في الشات. هل في حد من اللي حاضرين نشر بيبر قبل كده ولا لا في اي اكاديميك زون؟ يعني انا هستنى دقيقه كده واشوف بس الاجابات على الشات. تمام، انا شايفه فيه اهو في عدد كويس جدا. حلو قوي. حلو جدا. طيب، انا شايفه نسبه كبيره قوي من الناس اللي موجوده اوريدي نشرت قبل كده. في بعض الناس ما نشرتش، بس اكيد اللي نشر او اللي ما لسه ما نشرش وبيحاول ينشر حاجه، اكيد عارفين ان مرحله اختيار الجورنال نفسه، او انا خلاص اشتغلت في البروجكت بتاعي وعايز افكر بقى هنشر فين، او عايز جورنال يكون مناسب للتوبيك اللي انا اشتغلت فيه. الستيب دي بتبقى شويه كونفيوزنج او صعبه شويه، لانه الجورنالز الموجوده كتير قوي، فانا ايه انسب جورنال ليا؟ طيب، هل هينفع اصلا انشر فيه ولا لا؟ طب هل هدفع فيه فلوس ولا لا؟ واظن اكيد عند حضراتكم او اغلب حضراتكم فكره كبيره عن ان النشر الدولي مكلف جدا وفي جورنالز بيبقى عليها فلوس. طب انا هدفع كام؟ طب انا ما عنديش فند؟ طب انا عندي فند؟ طب ايه الفرق بين الحاجات دي؟ طيب ازاي هختار الجورنال اصلا وبيزد على ايه؟ طب ازاي هايفاليويت الجورنال؟ ازاي ما اقعش في خطا مثلا، او في مشكله ان انا انشر في جورنال الكواليتي بتاعته مش كويسه؟ كل الحاجات دي اكيد بنفكر فيها قبل ما نبتدي نسبميت البيبر بتاعتنا للجورنال. وطبعا لو انا مخطط كويس، او انا محدد من الاول انا عايز انشر في ايه، او قدرت اعمل سيرش واشوف ايه انسب الجورنالز بالنسبه لي، فهيبقى طبعا فرصه البيبر بتاعتي انها تبقى اكسبتد احسن بكتير من لو اخترت الجورنال مش مناسب للتوبيك بتاعي او للبيبر بتاعتي، فطبعا فرصه الرفض هتبقى اكتر. فعشان كده احنا عملنا الويبينار بتاعت النهارده كتكمله لنفس السيريس اللي ماشيين عليها من اول الشهر. وعشان برضو الناس اللي ما كانتش حاضره معانا قبل كده، انا هبتدي مع حضراتكم في الريسيرش بروسيس او عمليه البحث العلمي نفسها اللي احنا قسمناها خطوات، وكل خطوه منهم اتكلمنا عنها في ويبينار منفصله. فاحنا قسمنا الريسيرش بروسيس ككل لثلاث خطوات اساسيين، وهم السيرشنج، ريدنج اند رايتنج، والببلشنج.
وقلنا ان كل خطوه منهم او كل ستيب منهم بتتقسم بعد كده لتو ستيبس تانيين. فمثلا السيرشنج كنا بنعمل فيه فايندنج ا توبيك، بندور الاول على توبيك نشتغل فيه لو انا لسه ما ابتديتش او لسه بفكر في فكره جديده، عايز اشوف توبيك يكون الناس مهتمه بيه، فبالتالي لما هنشر فيه هيجي لي فيوز اعلى، هيجي لي سايتيشنز احسن لان اوريدي العالم مهتم بالموضوع ده، وده اتكلمنا عنه في اول سيشن عندنا. وبعد كده قلنا خلاص انا لقيت توبيك وابتديت واشتغلت، فانا محتاج بعد كده الاقي ليتريتشر او ابيلد اب الريفرنسز بتاعتي بحيث ان يبقى عندي سورسز او يبقى عندي ريفرنسز هشتغل منها، سواء بقى وانا بكتب المانوسكريبت او انا بدور اصلا على حاجات عشان اكتب البروبوزل. في اي خطوه من خطوات الريسيرش انا محتاج السيرش في الليتريتشر، وهنا اتكلمنا في الويبينار الثانيه عن الليتريتشر ديسكفري وازاي هدور في الليتريتشر وازاي هعمل ايفالويشن للبيبرز وايه البيبرز اللي هستخدمها وايه اللي مش هستخدمها، وكل الكلام ده كان في الويبينار بتاعتنا الثاني. وزي ما اتكلمنا برضو في السيشنز اللي فاتت قلنا ان دلوقتي بقى في تولز كتير جدا ممكن تساعد الريسيرشرز في الخطوات دي عشان تسهل عليهم وقت وعلشان تختصر الجهد اللي ممكن يبذلوه في ستيبس زي دي. والسفير مثلا بتقدم سولوشنز كتير جدا او تولز كتير جدا للباحثين. طبعا مهم جدا ان حضراتكم تبقوا عارفين طريقه استخدامها وازاي يبقى عندكم اكسس عليها، لانها مفيده جدا ويعني هتفيد حضراتكم جدا في تنظيم الوقت ويعني وفي عمل بقى كل الحاجات اللي هنتكلم عليها سواء النهارده او اتكلمنا عليها قبل كده. فاحنا في الويبينارز اللي فاتت اتكلمنا عن سكوبس، اتكلمنا عن سايبال، واتكلمنا عن ساينس دايركت، واتكلمنا كمان عن مندلي، وبرضو هنتكلم عن مندلي بالتفصيل لسه في السيشن الجايه ان شاء الله. تاني خطوه قلنا هي ريدنج اند رايتنج، ودي بتتقسم بعد كده لان احنا ننظم الريفرنسز بتاعتنا وبعد كده نكتب المانوسكريبت. عمليه تنظيم الريفرنسز اتكلمنا عنها المره اللي فاتت وشفنا ازاي هنستخدم مندلي في اننا نبني لايبرري كامله وننظم اللايبرري بتاعتنا لو احنا شغالين في كذا بروجكت او في كذا توبيك، وابقى عارف كل ريفرنس انا جايبه ليه وهستخدمه فين وهكذا. كل الحاجات دي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت باستخدام مندلي، وشفنا ازاي هو سهل وبسيط جدا وهو كمان مش محتاج لايسنس لاي حد محتاج يستخدمه. بعد كده بقى خطوه الكتابه نفسها، ان انا اكتب المانوسكريبت وانظمه بطريقه كويسه بحيث ان هو يبقى مكتوب بكواليتي كويسه ماشي على جايد لاينز بتاعت الجورنال اللي انا عايزه سبميت لي. هتيجي بعد كده بقى خطوه ان انا اسلكت الجورنال او اختار الجورنال وبعد كده اعمل سبميشن. في ناس كتير بتحب تبقى عارفه الجورنال اللي هتسبميت فيه من قبل ما تبتدي في خطوه الكتابه، دي برده حاجه كويسه لان انا هبقى من الاول بمشي على الجايد لاينز بتاعت الجورنال من وانا بكتب، فبرده دي بوينت ممكن لو حد حابب يعمل كده. وقلنا في خطوه سيلكتنج جورنال دي بيساعدنا بقى سايفال وسكوبس وساينس دايركت، واحنا هنستخدمهم كلهم النهارده وهنشوف طريقه استخدامهم بالظبط علشان اقدر اوصل للجورنالز المناسبه اللي ممكن انشر فيها. اخر حاجه بقى بعد ما اسبمت انا محتاج ايه؟ محتاج البيبر اكسبتد ان شاء الله، محتاج يجي لي سايتيشنز، خطوه الكتابه نفسها وتنظيم المانوسكريبت وازاي اقدر ازود الفيزابيلتي بتاعتي او ايه مثلا التريكس اللي ممكن اعملها عشان ازود الفيزابيلتي بتاعتي، دول الاثنين هنتكلم عنهم ان شاء الله في اخر ويبينار اللي هي هتكون يوم الاربعاء الجاي. فده كده كان باختصار يعني التوبيك العام او الموضوع العام بتاع السيريس بتاعتنا واحنا اتكلمنا عن ايه والنهارده هنتكلم عن ايه. بس بحب على طول ابتدي بالاكسس لانه هو ده يعني هو ده اهم حاجه في الويبينار. احنا لو قعدنا نتكلم عن التولز وانا مش عارف اصلا هدخل عليها ازاي طبعا ما مش هيبقى في اي استفاده من الموضوع. فعشان كده احنا النهارده قلنا هنتكلم على سيلكت جورنال، هنستخدم عشان نقدر نختار جورنال هنستخدم كذا تول او كذا سولوشن مقدم من السيفير. طيب ازاي هدخل اصلا على السولوشنز دي؟ لازم تبقوا عارفين كويس قوي الاكسس بتاعكم او هتدخلوا على السولوشنز دي ازاي، وبعد كده بقى نبتدي نشوف خطوات الاستخدام او نشوف هندخل على التولز دي ازاي وهنعمل ايه بقى جوه عشان نقدر نلاقي الجورنالز اللي احنا عايزينها. فخليني اقول ان
يمكن اول واكتر طريقه مشهوره فيهم شويه، او يعني اكيد حضراتكم ممكن تكونوا سمعتوها قبل كده، هو طبعا من خلال بنك المعرفه المصري. اعتقد اغلبنا عندنا اكاونت دلوقتي على بنك المعرفه، فبدخل على طول على الاكاونت بتاعي اكاونت ريسيرشر، بلاقي عليه او حتى لو ريدر يعني هتلاقوا عليه سورسز، من سورسز هتلاقوا السيفير، ايكون السيفير اللي هي ناحيه الشمال دي، لو دوست عليها هلاقي اكتر حوالي 7 سولوشنز من السيفير، هلاقي سكوبس وهلاقي ساينس دايركت موجودين، وبدخل على السولوشن على طول. ولو اول مره استخدمه بعمل اكاونت جديد، وده بيبقى اكونت ملوش علاقه باكونت بنك المعرفه، وبيبقى هو نفسه الاكونت بتاعي على كل سولوشنز اي سيفير بعد كده. فلو انا مثلا اول مره استخدم اي حاجه من اي سيفير، فدخلت على سكوبس عملت اكونت جديد على سكوبس، هقدر افتح بيه ساينس دايركت وافتح بيه سايفال ومندلي واي حاجه تخص اي سيفير بعد كده. طبعا عشان احنا دلوقتي اغلبنا بيشتغل فروم هوم، ففي دلوقتي ريموت اكسس للناس اللي مش عندها اكاونت على بنك المعرفه، او للي مش قادره تعمل اكتيفيشن مثلا الاكاونت بتاع بنك المعرفه او كده. فبعمل ايه؟ بدخل على السولوشن على طول، او بدخل على سكوبس على طول. من سكوبس هلاقي فوق، لو انا فاتح من اللابتوب هيظهر الشاشه اللي زي دي، هلاقي فيه تشيك اكسس. تشيك اكسس هيظهر لي المربع اللي ناحيه اليمين، هيقول لي فايند يور انستتيوشن، هفتح او هكتب مثلا اي كي بي او ايجيبشن نوليدج بانك، او لو انا عندي انستتيوشنال ايميل ممكن ادخل بيه على طول. لو كتبت ايجيبشن نوليدج بانك هيبعتني على بنك المعرفه وهعمل ساين ان من هناك على طول ويدخلني على سكوبس. لو انا مش عندي اكونت على بنك المعرفه، عندي انستتيوشنال ايميل، ايميل جامعي او ايميل هيئه بحثيه، هكتب الايميل وهبتدي اساين ان باكونت او بالايميل الجامعي بتاعي، وبعض او يعني معظم الجامعات دلوقتي عامله اكسس برضو لسكوبس من خلال الايميل الجامعي. اكسس سايفال، عشان احنا برضو هنتكلم عن سايفال النهارده، تقريبا نفس الفكره، هدخل على سايفال هعمل تشيك اكسس، هكتب اي كي بي او ايجيبشن نوليدج بانك، هيبعتني يقول لي sign in by your institution اللي هو Egyptian Knowledge Bank، فهيرجعني على بنك المعرفة. هبتدي أساين إن بالأكاونت بتاعي على بنك المعرفة، وأول ما أدخل هيرجعني تاني على سايفال ويفتح لي الهوم بيج بتاعت سايفال. سايفال مش هقدر أدخل بالinstitutional email لوحده، لكن لو حد عنده مشكلة مش عنده أكاونت على بنك المعرفة أو كده يقدر يبعت لنا ونشوف لو في حل للموضوع ده، او يعني لو نقدر نديله ناكتيفيت الايميل بتاعه او كده. ده كان الاكسس يعني باختصار وبسهوله جدا. انا بس الصوت واضح، حضراتكم سامعين كويس؟ تمام، الصوت كويس، تمام، شكرا. ده كده كان الاكسس زي ما قلنا بخطوات سهله يعني، ولو في برضو اي حد عنده مشكله بعد كده يقدر يبعت لنا على طول. ندخل بقى بعد كده برضو الحاجه اللي انا حابه اعملها قبل ما نبتدي او في البدايه يعني دلوقتي، ان احنا اصلا نتعرف على السولوشنز سريعا كده، عشان لو في حد من الحاضرين ما يعرفش اصلا ايه السولوشنز دي او ما استخدمهاش قبل كده، فيبقى عارف اصلا هي عباره عن ايه. فاحنا قلنا احنا عندنا النهارده تو مين سولوشنز او تو مين تولز هنستخدمهم، وهما سكوبس وسايفال. فايه هو سكوبس؟ سكوبس هو ذا لارجست ابستراكت داتا بيس، فهي داتا بيس كبيره عليها ابستراكتس من كل الببلشرز الموجودين. كل الداتا اللي عليه بير ريفيود ليترشر، فانا اقدر ادخل على سكوبس الاقي الجورنالز او البيبرز اللي منشوره من ببلشرز من مختلف انحاء العالم، وكلها موجوده، كلها انا متاكد انها بير ريفيود، فانا متاكد ان الكواليتي بتاعتها كويسه، ولكن هلاقي الابستراكتس فقط. طيب هلاقي عليه ايه بقى؟ هلاقي عليه اكتر من 5000 ببلشر، هلاقي اكتر من 70000 انستتيوشن موجودين عليه كبروفايلز اقدر ادخل اشوفهم، هلاقي كمان اوثرز كتير جدا، اكتر من 70 مليون بيبر منشوره واكتر من 16 مليون اوثر موجودين، فالديتا اللي عليه
كتيره جدا جدا جدا. مش بس كده، سكوبس كمان بيديني فيتشرز او بيديني تولز تقدر تساعدني ان انا اعمل اناليسز لتوبكس، بقى احط كيوردز واشوف التوبك ده عامل ازاي، الموضوع ده عامل ازاي، اقدر اعمل اناليسز لاي سيرش انا هعمله. في نفس الوقت انا اقدر كمان اعمل ايفالويشن لحاجات كتير جدا عن طريق سكوبس ماتريكس. وسكوبس ماتريكس دي اللي بتخليني اقدر بقى ايفالويت بيبر او جورنال او اوثر بكذا طريقه مختلفه، هنشوفهم النهارده او هنشوف اغلبهم النهارده اللي هم بتوع الجورنالز. ويمكن الماتريكس دي لو حضراتكم تعرفوا يعني انستتيوشنز كتير او اورجانيزيشنز كتير بتستمد الداتا دي من سكوبس علشان بعد كده تستخدمها سواء بقى في الرانكينج بتاع الجامعات او في حاجات مختلفه كتير. فده كده باختصار هو ايه سكوبس، علشان لما هندخل نشوفه النهارده نبقى عارفين هو ايه. تاني حاجه معانا النهارده هي سايفال. وسايفال يمكن اللي هيكون شويه جديد على حضراتكم لانه الاكسس بتاعه لمصر كان لسه معمول من قريب من خلال بنك المعرفه يعني. فسايفال هو ايه؟ سايفال هو تول بتديني اوفر فيو عن كل حاجه، عن اقدر بقى من خلال سايفال اخد اشوف الصوره العامه بتاعه البرفورمانس بتاع اي انتيتي موجوده، اي ريسيرش انتيتي موجوده، انتيتي اللي هو من اول ريسيرشر لحد الدوله باكملها. فاقدر من خلاله مثلا اشوف الدوله عامله ازاي، بلد معينه عامله ازاي، البرفورمانس بتاعها عامل ازاي، اشوف الريسيرشرز الريسيرش برفورمانس بتاعهم عامل ازاي، اشوف جامعات او انستتيوشنز او اماكن بحثيه او ريسيرش جروبس. حتى اقدر كمان اخد فكره او اوفر فيو عن الريسيرش توبكس او الريسيرش ارياز الجديده. وهو بينقسم اصلا لاربع موديولز رئيسيين، وهم الاوفر فيو موديول اللي احنا بنتكلم عنه ان هو بيدينا صوره عامه عن الانتيتيز دي، البنش ماركينج موديول وده اللي بقدر من خلاله اقارن ما بين تو انتيتيز، يعني مثلا اشوف الدولتين مختلفين والبرفورمانس بتاعهم عامل ازاي ووضعهم قدام بعض عامل ازاي. كولابوريشن موديول اللي هو لو عايز ادور على فرصه كولابوريشن مع حد، اشوف مثلا لو اتعمل كولابوريشن في البروجكت الفلاني ده هيزود الامباكت بتاع البروجكت ولا هيقلله. كل الحاجات دي اقدر اعملها من خلال كولابوريشن موديول. وبعد كده الترندز موديول، والترندز موديول يمكن اتكلمنا عنه المره اللي فاتت شويه لما قلنا بشوف بقى الترندز بتاعت اي حاجه. انا عندي مثلا توبيك ريسيرش توبيك جديد، اشوف ايه الترندز اللي فيه وهكذا. وفي الاخر طبعا بقدر اخد اكستراكت ريبورتس لاي حاجه انا بعملها. فطبعا بيساعدني كتير جدا ان انا اغير الاستراتيجي بتاعتي، سواء هغير كريسيرشر يعني هغير الاستراتيجي بتاعتي في ان انا هشتغل في ايه او مش هشتغل في ايه، هنشر فين او مش هنشر فين. ده كريسيرشر، كحد في المانجمنت او كانستيتيوشن او كجامعه اقدر طبعا احط استراتيجي للديبارتمنت بتاعتي للجامعه ككل. فهو من التولز المهمة جدا واللي ممكن تساعد حضراتكم في حاجات كتير جدا، وإن شاء الله هنتكلم عنه برضو شوية النهاردة. احنا كده خلصنا الانترودكشن والريكاب على السيشنز اللي فاتت. استأذن بس حضراتكم لو في اي حد يعني لسه عنده اي مشكلة او حاجة يقول لنا عشان نبتدي على طول في الويبينار بتاعت النهاردة. تمام. نرجع بقى للويبينار بتاعت النهارده. المحاضرات اللي فاتت هنحط اللينك بتاع اليوتيوب تشانل في اخر السيشن، واول ما الويبينارز اللي فاتت تترفع عليها تقدروا تشوفوها على طول ان شاء الله. انا عندي كذا حد بيبعت انه الصوت مش واضح، فعشان كده انا كل شويه اسال الصوت واضح ولا لا. هو الصوت واضح، فيعني اعتقد اللي بيبعت ان الصوت مش واضح دي مشكله بقى من عنده، فنحاول نشوف المشكله فين. خلينا بقى نبتدي على طول. ماشي. ازاي هسيرش فور
جورنال على سايفر. طيب قبل ما نبتدي ندور على جورنال لازم اسال نفسي في الاول سؤال مهم جدا، هل انا اصلا ريدي تو ببلش ولا لسه؟ فالسؤال ده يعني طبعا اي حد هيبتدي ينشر بيبر بيبتدي الاول يشوف هل هو مستعد ولا لا، البيبر دي اصلا ينفع تنشر دلوقتي ولا لا. ودي يمكن من الحاجات المهمه جدا. فمثلا الصوره اللي قدامنا دي بتوضح كده بشكل حلو قوي امتى انا اقدر افكر ان انا خلاص البروجكت ده هكتب المانوسكريبت بتاعه واقدر انشره. فامتى اكون ريدي؟ لو انا مثلا عندي خلاص انا عارف ان انا عندي اب تو ديت ريفيو، كاتب ريفيو مثلا في سواء ريفيو ارتكل بقى او حتى الليتريتشر ريفيو عندي في البيبر بتاعتي، المهم انا عندي حاجه اب تو ديت، عندي ريفيو بيبر معموله على بيبرز لسه منشوره جديد او على حاجات لسه ما اتنشرتش قبل كده، او انا عامل ريفيو لحاجات لبيبرز او اكاديميك بيبرز او حاجات اتنشرت قبل كده ولكن لسه ما حدش اتكلم عنها من البرسبكتيف ده، كل دي حاجات ممكن تقول لي ان انا عندي ريفيو جديده. لو انا بشتغل في ريسيرش بروجكت هل انا عندي اوريجينال ريزلتس او انا عندي ميثود جديده مثلا جربتها ومفروض انشرها، عندي ريزلتس جديده، عندي عملت حاجه بتاد تو ذا ليتريتشر ولا لا، هل عملت تحسين او انهانسمنت في الببلشد ورك اللي كان منشور قبل كده، ولا انا بكرر نفس الاكسبيرمنت او بكرر نفس الريسيرش جروب تانيين عملوه في نفس التوبيك وانا بكرره عندي وخلاص. كل الحاجات دي مهمه قوي ابقى عارفها قبل ما ابتدي انشر. وطبعا انا مش بقول ان ما ينفعش اشتغل او اعمل اشتغل في بوينت مثلا اتنشرت قبل كده، لا طبعا ما في ناس كتير جدا بتبقى شغاله في يعني بيبقى فيه كذا ريسيرشر على مستوى العالم بيشتغلوا في نفس التوبيك واحيانا بيعملوا حاجات زي بعض، ولكن انا ماشي قررت اكسبيرمنت اتعملت قبل كده بس انا ضفت ليها ايه، انا مثلا بكررها عشان اغير حاجه معينه، بغير كونديشنز معينه، بعمل نفس البروجكت، طب ما انا ممكن اكون مغير البارتيسيبنتس اللي فيه، طب انا ممكن اكون زودت حاجه، عدلت حاجه، اضفت حاجه، فكل دي حاجات تعتبر انهانسمنت للببلشد ورك. فانا المهم ابقى عارف الاول هل انا عندي اوريجينال ريزلتس ولا لا، هل انا عامل انهانسمنت للببلشد ورك ولا لا، وهل انا عندي اب تو ديت ريفيو للليتريتشر ولا لا. لو انا اجابتي على الثلاث اسئله دول هتبقى خلاص كده انا ام ريدي تو ببلش وابتدي بقى ادور على الجورنال اللي هببلش فيه. لكن لو اجابتي على الحاجات دي هتكون لا، فلا يبقى يستحسن الاول احسن البروجكت بتاعي او ابتدي ازود مثلا لو انا بشتغل ساينس او بشتغل لاب ورك ازود الورك ازود الشغل شويه للناس اللي بتعمل ريسيرش او فيلد ريسيرش او كده، يحطوا حاجات زياده، يحطوا فاريبلز مختلفه وهكذا، فكل الحاجات دي تقدر تساعدني عشان في الاخر لما اكتب مانوسكريبت وابتدي اسبميت للجورنال يبقى فرصتي في ان البيبر تبقى اكسبتد احسن او اعلى. طيب ده السؤال المهم اللي قلنا هنجاوب عليه قبل ما نبتدي ندور على جورنال. هندخل بعد كده بقى عن ازاي استخدم سايفال في ان انا الاقي جورنالز مناسبه ليا او ادور على جورنالز في الاول. فاحنا من اول هنا هبتدي اروح اعمل براكتيكال ديمو. السلايدز انا سايباها لحضراتكم لو تحبوا ترجعوا لها، ولكن خلينا طيب كده المفروض ظهر قدام حضراتكم الويب سايت اللي هو سايفال. طيب هعمل ايه اول ما هدخل على سايفال؟ فاحنا زي ما اتكلمنا عن الاكسس، انا دخلت من الاكونت بتاعي، عملت اكونت جديد على سايفال او كنت عامل اكونت ودخلت بيه على سايفال. المهم ده الهوم بيج او دي الهوم بيج اللي بتظهر لي اول ما بدخل على سايفال. هتلاقوا قدام حضراتكم الاربعه موديولز اللي اتكلمنا عنهم
بنعتذر لحضراتكم دقايق، دكتورة شماء عندها عطل فني صغير. I would think بتهيألي أعتقد إن هو related للإنترنت كونكشن عندها. انا اسفه جدا، بعتذر لحضراتكم. الانترنت مش احسن حاجه. انا I'll share the screen again. طيب احنا قبل ما يفصل كنا بنتكلم عن ازاي هندخل على سايفال وهندور وهنبتدي الاول ندور على جورنال من خلال سايفال. على بس ما اقدر اشير السكرين مره تانية. اوكي تمام، انا كده فتحت الاوفر فيو موديول، المفروض ظهر قدام حضراتكم سكرين سايفال مره ثانيه ومفتوح الاوفر فيو موديول فوق. اول ما بنفتح الاوفر فيو موديول هتلاقوا ناحيه الشمال دي الحاجات اللي انا ممكن اختار منها او ايه اللي انا يعني انا عايز اخد اوفر فيو عن ايه. فانا عندي من اول انستتيوشن او جروب، ان انا مثلا ادور على جامعه معينه، اشوف الاوفر فيو عن جامعه المنصوره مثلا. عندي بعد كده ريسيرشر او جروبس، لو هدور على اوثر معين. عندي بابليكيشن سيت، وبعد كده عندي كونتريز لو انا عايز ادور على بلد. هو صوت واضح بس حد ياكد لي الصوت واضح ولا لا؟ تمام تمام. وبعد كده عندي بقى التوبكس والتوبك كلاسترز، لو انا عايز ادور على توبك او اخد اوفر فيو عن توبك معين. عندي ريسيرش ارياز، واخر حاجه هي سكوب السورسز. سكوب السورسز دي هي اكتر حاجه هنتكلم عنها النهارده، لان هي سكوب السورسز اللي هي الجورنالز الموجوده او الاندكسد على سكوبس. فلما هدخل على سكوب السورسز انا ممكن من هنا اعمل اد سكوب السورس وادور على الجورنال اللي انا عايزه. فلو في جورنال معين انا عايز اشوف اوفر فيو عنه او اشوف البرفورمانس بتاع الجورنال ده عامل ازاي، او اشوف ايه التوبكس اللي بينشر فيها، ايه الماتريكس بتاعته، اخد سايتيشنز قبل كده قد ايه، كل الحاجات دي هعرفها من هنا. فخلونا نبتدي مثلا بجورنال اسمه او اي جورنال بيتكلم عن السولار انرجي، او جورنال نفسه اللي اسمه سولار انرجي عشان هو ده اللي انا حطيته لكم فيه السلايدز. فاول ما هكتب سولر انرجي هلاقي على طول كل الجورنالز اللي فيها الكلمه دي. دي كلها جورنالز موجوده واندكسد على سكوبس. لو في اي جورنال منهم عايزين تشوفوا الاوفر فيو عنه خلونا نشوف الجورنال ده اهو. فهفتح الجورنال فهيجيب لي على طول سمري عن الجورنال، او ايه بقى التوبكس اللي بتتنشر في الجورنال ده، سايت سكور بتاعه كان قد ايه، الماتريكس بتاعته عامه عامله ازاي، بتزيد ولا بتقل وهكذا. فاول ما فتحته هلاقي على طول سمري عن او انا فاتح السمري دي هلاقي على طول سمري عن الجورنال. فمثلا السايت سكور بتاعه كام، والسايت سكور ده من الماتريكس بتاعت سكوبس اللي هنتكلم عنها بالتفصيل لما هنيجي نشوف الايفالويشن بتاعت الجورنالز. ولكن دي كلها ماتريكس عشان نقدر من خلالها نعمل ايفالويشن للجورنال، نشوف البرفورمانس بتاعه عامل ازاي، هل هو مقارنه بباقي الجورنالز اللي في نفس الفيلد بتاعي، هل هو كده يعتبر من الجورنالز الكويسه ولا من الجورنالز الاقل في الكواليتي وهكذا. بلاقي كمان اوفر اول ريسيرش بيرفورمانس، اقدر من هنا بقى اشوف مثلا نشر كام بيبر في السنين اللي هي من 2015 ل 2019 زي ما انا محدد له، كام اوثر بينشر هنا، بينشر في توبكس ايه بالظبط وهكذا. فكل الحاجات دي ممكن تفيدني في الاول لو انا بشوف الجورنال ده بينشر في ايه، او اخد الاول اوفر فيو عنه. تاني حاجه انا ممكن ادخل على توبك اند توبك كلاسترز، ودي بتقول لي ايه التوبكس اللي بتتنشر جوه الجورنال ده.
واقدر بقى من خلالها اشوف هل هو فعلا بينشر في نفس التوبكس اللي انا بشتغل فيها ولا بعيد شويه عن التوبكس اللي انا شغال فيها. فلما هفتح دي اهو هيجيب لي تيبل بكل التوبكس او التوبك كلاسترز اللي الجورنال ده بينشر فيها مترتبه على حسب بقى ما انا عايز. فانا هنا مثلا مرتباها بالسكولري اوتبوت، ف يعني كل مكان يعني ايه اكتر توبكس الجورنال ده بينشر فيها هتلاقوها في الاول. فمثلا ده اهو اكتر توبك الجورنال ده بينشر فيه، واقدر بعد كده اروح اعمل اناليسز على سكوبس. اهو ويديني الاكتيفيتي في التوبيك ده بالذات. لو انا حد بشتغل، لو انا ريسيرشر بشتغل في نفس التوبيك ده، اقدر بقى اشوف الجورنال ده فعلا بينشر في التوبيك ده ازاي. واهو انا شايف ده مثلا سكولري اوتبوت اللي هو البيبرز اللي اتنشرت في نفس التوبيك ده في السنين اللي فاتت. احنا قلنا ان احنا جايبين الخمس سنين اللي فاتوا او الاربع سنين اللي فاتوا اللي هم من 2015 ل 2019. فلو بصينا هنا هنلاقي ان البيبرز من 2015 ل 2019 بتزيد، فمعنى كده ان الجورنال مهتم بالتوبيك ده فبالتالي بينشر فيه اكتر، وكل سنه عدد البيبرز اللي بتتنشر في التوبيك ده بتزيد، وده معناه انه الجورنال مهتم بالتوبيك. وفي نفس الوقت برضو التوبيك ترندي، لانه لو التوبيك مش ترندي الجورنال برضو مش هينشر فيه كتير او بتزايد. بيجيب لي كمان الفيوز البيبرز دي قد ايه، الفيلد ويتد سايتيشن امباكت بتاعها قد ايه، وهكذا. فكل ده يديني فكره لو انا ريسيرشر بشتغل في التوبيك ده هل انشر في الجورنال ده ولا ما انشرش. في حاجه كمان يعني ممكن برضو تديني فكره، وهي الويل. والويل دي بتديني بتحط لي كده كل التوبكس اللي ممكن الجورنال ده يكون بينشر فيها. فلو انا شايف ان التوبك بتاعي مش موجود هنا او بعيد شويه عن السكوب العام بتاع الجورنال، يبقى خلاص هبعد عن الجورنال ده. لو حاسس ان هو لا ده قريب منه، يبقى ابتدي اشوف بقى انا هنشر في الجورنال ده ولا لا. الحاجه اللي بعد كده ان انا كمان ممكن اشوف ايه الببلشد ورك اللي في الجورنال ده قبل كده. فمثلا لما اختار ببلشد من هنا وهقول له سورت باي جورنال كوارتايل، او ممكن اقول له اوفر اول الاول، اوريكم دي الاول. فده هيوريني فكرة عامة عن الـ work أو عن الحاجات اللي بتبقى كل الـ topics published في الجورنال ده، فكرة عامة عنها إيه بقى اللي بيتنشر وخلال السنين كان عامل إزاي. فمثلا الجورنال ده في 2015 كان عنده 588 publication، الـ publications بتزيد كل سنة بتزيد لغاية 2019 وصلوا 1000 وحاجة. لو بصيت على الاوتبوتس في السيتيشنز بيرسنتايل هلاقي برضو انها يعني فلكتويتنج، بتزيد وبتقل وهكذا. ده نسبه السيتيشنز اللي بتيجي للجورنال. دي ممكن ساعات تكون حاجه مهمه شويه بالنسبه لي، لان هو بيجيب لي السيتيشنز اللي بتيجي من بابليكيشنز كواليتي بتاعتها عالية، أو من التوب 10% publications. فدي برضو حاجة ممكن تديني فكرة شوية. ممكن بقى بعد كده أرتب بالجورنال كوارتايل، وأكيد حضراتكم عارفين الجورنال كوارتايل علشان إحنا عارفين دلوقتي المجلس الأعلى للجامعات عامل الكوارتايلز دي من الحاجات الأساسية في الترقيات. أنا ناشر في جورنال في ارتب الجورنال كوارتايل، هو الجورنال ده كيو 1 اهو. لو الجورنال كان مثلا كيو 2 قبل كده وبعد كده بقى كيو 1، او كان كيو 3 بعد كده بقى كيو 2 وبعد كده بقى كيو 1، هيوريني هو الببليكيشنز دي عامله ازاي. فكل الحاجات دي بتبقى مهمه في الاول بالنسبه لي عشان اعرف الجورنال كواليتي بتاعته عامله ازاي، والجورنال فعلا مناسب ليا ولا مش مناسب. من الحاجات ساعات كمان اللي بتهم ناس كتير هو الجورنال بيجي له سايتيشنز قد ايه، هل بيجي له سايتيشنز كتير ولا بيجي له سايتيشنز قليله. سايتيشنز دي
مهمة ليا مثلا ولا لأ؟ طب أنا لو نشرت في الجورنال ده هيجي لي سايتيشن ولا لأ؟ فزي ما ظاهر قدام حضراتكم السايتيشن كاونت بيظهر قدامي على طول اول ما بجيب السايتد، اول ما بضغط على سايتد دي فبيديني سايتيشن كاونت، فدي بتقول لي في السنين اللي فاتت الجورنال ده كان بيجي له سايتيشنز قد ايه. فمثلا في 2015 كان جاي له 14000 سايتيشن، بيزيدوا لا بيقلوا. طبعا طبيعي ان الاقي السايتيشنز نفسها بتقل لان يعني ده جورنال من 2015 فاكيد جاله سايتيشنز اعلى من الجورنال او البيبر اللي لسه منشوره السنه اللي فاتت. ولكن ده برضو بيديني فكره السايتيشنز في الجورنال ده عامله ازاي، وكل بابليكيشن بيجي له قد ايه. فبرضو دي من الحاجات الكويسه، لاني مش احسن حاجه ان انا اروح انشر في جورنال السايتيشنز فيه قليله قوي او في العادي اكتر، فيبقى انا كده فرصتي لو نشرت البيبر بتاعتي فيه ان البيبر بتاعتي تتشاف او الناس تقراها او يجي لها سايتيشنز بعد كده هتكون قليله. فعشان كده مهم قوي ان انا ادور على الكلام ده قبل ما ابتدي. طيب احنا شفنا ازاي ندور لو انا في جورنال معين او اسم مجله معينه في دماغي، هدخل على سايفال وادور عليها واشوف او اخد فكره عامه عنها واخد اوفر فيو عنها. طيب انا بقى لو انا مش عارف ايه اصلا الجورنال اللي انا عايز انشر فيه، انا كتبت انا دلوقتي بشتغل في توبيك معين وعايز اعرف ايه انسب جورنال موجود للتوبيك اللي انا بشتغل فيه ده، خلينا برضو جوه سايفال ونشوف ممكن نعمل ايه. فممكن احنا لسه اهو جوه الاوفر فيو موديول، ممكن على طول نروح ندور بالتوبيك بتاعنا. فانا مثلا حد بشتغل، خلينا نكمل في نفس الاكزامبل، لو انا مثلا بشتغل في السولار انرجي، بس انا عايز انا دلوقتي عايز اكتب مانوسكريبت في البروجكت بتاعي او خلصت خلاص الشغل بتاعي وعايز ابتدي اكتب بيبر وعايز اشوف ايه الجورنالز اللي ممكن تكون بتنشر في السولار انرجي. فهاجي هنا عند توبيك اند توبيك كلاسترز اللي هي دي، وهقول له اد توبكس، وبعد كده ابتدي ادور او احط الكي ووردز اللي بتعبر عن التوبيك بتاعي او اللي هي بتتكلم عن التوبيك اللي انا بشتغل فيه. فاحنا لو بنشتغل مثلا اهو في السولار انرجي زي ما احنا، او اي حاجه بقى انتربرينورشيب او بزنس او ميديسن او كانسر ريسيرش مثلا او اي حاجه، انا هكتب له الكي ووردز اللي هي اللي انا بشتغل فيها، وهو بقى هيجيب لي التوبكس القريبه مني اللي هبتدي ادور عليها دلوقتي واشوف ايه الجورنالز اللي بتنشر او اللي مهتمه انها تنشر بيبرز بتتكلم في نفس الموضوع ده. فانا كتبت مثلا سولار انرجي، فممكن ابتدي انزل واشوف ايه التوبكس اللي يعني كلمه او كيورد اللي هي سولار انرجي متضمنه فيها. فعندي مثلا التوبك ده ممكن افتحه، فهنا هو بيديني اوفر فيو كامل عن التوبيك نفسه عامل ازاي، ايه بقى اللي بيتنشر فيه، البرفورمانس اصلا جوه التوبيك ده عامل ازاي. ودي من الحاجات اللي كنا اتكلمنا عنها في اول مره لما كنا لسه بنشوف بندور على موضوع او على فكره تكون ترندي او يكون العالم مهتم بيها. كنا بنيجي هنا عند نفس التوبيك والتوبيك كلاسترز وبدور بالكيوردز المهمه بالنسبه لي او اللي انا انترستد ان انا اشتغل فيها، وببتدي اشوف التوبيك ده عامل ازاي او الاهتمام العالم بيه بيزيد ولا بيقل ولا ايه، والناس اللي بتنشر فيه يعني مثلا هنا هلاقي النشر في الموضوع ده شويه بيزيد، يمكن قل اخر سنه بس يعني مش ترند او مش حاجه خلاص العالم مش مهتم بيه، لا العالم لسه مهتم بيه. السايتيشنز فيه الى حد ما كويسه، بيديني فكره مثلا ايه السبجكتس اللي بتنشر في الموضوع ده. فاحنا كنا اتكلمنا عن الحته بتاعت التوبكس والتوبك كلاسترز دي المره اللي قبل كده لما كنا بنشوف لسه انا هختار توبك ازاي. طيب انا خلاص فتحتها دلوقتي وعايزه اشوف بقى ايه اصلا الجورنالز اللي بتنشر هنا. فهفتح ببلش وابتدي اشوف ايه البيبرز اللي بتتنشر في الموضوع ده وايه الجورنالز اللي بتنشر في الموضوع ده. فانا لما هفتح ببلش انا ممكن اقول له اوفر اول فيديني البيبرز اللي بتتنشر، او ممكن اقول له على طول ايه الجورنالز اللي بتنشر في الموضوع ده.
وانا بقى عندي الاختيار، فانا ممكن اقول له لا هات لي الاول سكوب السورسز، او هات سكوب السورسز، احنا اتفقنا ان سكوب السورسز هي الجورنالز، فهات لي بقى الجورنالز اللي هي اندكسد على سكوبس اللي مهتمه تنشر في الموضوع ده. فانا دلوقتي دخلت له التوبيك بتاعي او الكيوردز اللي التوبيك بتاعي بيدور حواليها او بيتكلم عنها، وهدخل اقول له هات لي السكوب السورسز او هات لي المجلات العلميه او الجورنالز اللي بتنشر في الموضوع ده، ورتبهم لي كمان من حيث الاكثر اهميه للاقل وهكذا. فهو هنا مرتبهم لي بالسكولري اوتبوت، يعني باكثر المجلات اللي بتنشر، او يعني مثلا اول واحده دي اللي هي رينيوبل اند سستينبل انرجي ريفيوز، ده مجله نشره مثلا 14 بيبر في نفس الموضوع ده. وبعد كده مرتبهم لي بقى بالاكثر، يعني دي اكثر واحده بتنشر، بعد كده في اقل منها واقل منها وهكذا. فانا دلوقتي قدامي مثلا 10 جورنالز، هم دول اكتر جورنالز بينشروا في نفس التوبيك اللي انا فيه. اقدر بقى اخد ال10 دول كلهم واروح بقى اشوف السكوب والايمز بتاعتهم من على الويب سايت بتاعهم عامله ازاي. وانا يعني عشان برضو نرجع ناكد تاني، احنا النهارده هنتكلم عن كذا تول بترشح لي جورنالز اقدر انشر فيها، ولكن انا في الاخر لازم انا اللي احدد مين فيهم الانسب لي، لان انا اللي عارف كويس قوي البيبر بتاعتي او البروجكت بتاعي فعلا بيتكلم عن ايه. فانا اللي هقدر اقرا الايم والسكوب، الايمز والسكوب بتاعت المجله او بتاعت الجورنال، واحدد هل فعلا هو مناسب ليا ولا لا. فكل التولز اللي هنتكلم عنها النهارده بتديني فكره عامه، وبتديني اوفر فيو، بتديني امكانيات كتير قوي تخليني ايفالويت او اقرر يعني الجورنالز دي فعلا مهمه بالنسبه لي ولا لا. ولكن القرار النهائي او ان انا ادخل واشوف الايمز والسكوب واتاكد الجورنال ده فعلا مناسب ليا ولا لا، دي حاجه انا لازم اعملها في الاخر. هي بس التولز دي بتديني ريكومنديشنز او بتديني بتساعدني شويه، ولكن انا في الاخر برضو انا اللي هدي القرار الاخير. فادي اهو ظهر عندي مثلا كذا جورنال، وانا بعد كده هدخل اقارن ما بينهم واشوف مين فيهم احسن ليا. الحاجه الثانيه اللي كنا لسه فاتحينها دلوقتي، وهي ان انا اقارنهم ببعض بالجورنال كوارتايل. انا مثلا اشتغلت في البروجكت بتاعي ومطلع داتا، انا عارف او مطلع ريزلتس مثلا، انا عارف انها حاجه جديده جدا او مهمه جدا، فانا هنشر البيبر بتاعتي في جورنال كيو 1، او مش هصبمت غير لجورنال يكون كيو 1. فهاجي هنا اشوف ايه هي بقى الجورنالز الكيو 1 اللي بتنشر في الموضوع ده، وابتدي اعرفهم هم ايه واصبمت فيهم. ممكن كمان اشوف البابليكيشنز بتاعتهم او البيبرز اللي اتنشرت فيهم قبل كده فعلا، وهل هي قريبه من البيبر بتاعتي ولا لا. طيب انا عارف مثلا ان البيبر بتاعتي لا هي مش كيو، هي مش انا مطلع ريزلتس وكده وحلوه وكل حاجه، ولكن يعني حاجات تعتبر شويه عاديه، فانا عايز انشر في كيو 2 او في كيو 3. فهاجي انا احدد ايه هي الجورنالز اللي من العشره اللي طلعوا لي دول اللي يعتبروا من كيو 2 لكيو 3، وابتدي اشوف مين الانسب فيهم واصبمت البيبر بتاعتي ليهم. خلينا واحنا في الحته دي نتكلم شويه عن الكوارتايلز دي. فالكوارتايلز دي هنتكلم عنها بالتفصيل تاني لما نروح سكوبس، بس خلينا نقولها مرتين لانها شويه بتلخبط حضراتكم كده. الرانكينج بتاع الجورنالز نفسها بيتقسم، فمثلا كل جورنال جوه الفيلد بتاعه او مثلا كل جورنال بيندرج تحت فيلد معين وبينشر في كذا كاتيجوري معينه. فهو ترتيبه الكام ما بين كل المجلات او الجورنالز اللي بتنشر في الكاتيجوري دي. وبعدين بنرتبهم وبنشوف بقى البرسنتايل بتاعتهم كام. فالجورنالز اللي هي التوب 25 اللي هم في البرسنتايل من اول 75 لغايه 99، يعني من اول 75 لحد 99، دول كده يمكن اعلى 25% من كل المجلات اللي عندي اللي بتنشر في الموضوع ده، فهم دول كده يعتبروا كيو 1. طيب المجلات اللي هيطلع ترتيبهم من اول 50 لحد 75 دول كده كيو 2، وبعد كده اللي هيطلع ترتيبهم من 25 ل 50 دول هيبقوا كيو 3، واللي هيطلع ترتيبهم من 0 بقى لغايه 25 دول كده هيبقوا كيو 4، وهم الاقل كواليتي في كل الجورنالز دي. فيبقى مره ثانيه الكوارتايلز دي هي ايه؟ هو بيجيب كل الجورنالز اللي بتنشر في نفس الكاتيجوري دي ويرتبهم، يعمل لهم رانكينج من اول واحد لغايه اخر واحد. وبعد كده
يقسمهم بقى بالبيرسنتايلز، فيقسمهم زي على أربعة يعني، فاللي بيبقى من البيرسنتايل بتاعته من أول 75 لحد 100 ده كده Q1، من 50 ل 75 Q2، من 25 ل 50 ده Q3، ومن 0 ل 25 ده Q4. فده كده الكوارتايلز، وازاي شفنا الجورنالز، وازاي اقدر اطلع لو انا خلاص انا محدد ان انا عايز جورنال Q1، هروح على طول للجورنالز Q1 هنا وابتدي اشوف هم ايه وايه الببليكيشنز اللي فيهم، وهل هم فعلا قريبين ليا ولا لا، وهنشر فيهم ولا لا. فهنا مثلا دي الببليكيشنز اهي اللي من جورنالز Q1، فانا عندي المجله او الجورنال اللي هو اسمه رينيوبل اند سستينبل انرجي ده Q1، وفي واحد تاني اسمه انرجي بوليسي ده Q1. وطبعا واضح جدا انه ممكن يكون السكوب او الايمز بتاعتهم شويه مختلفه من التايتل حتى، فعشان كده برضو بنقول ان لازم انا اللي في الاخر اروح اشوف ادخل على الويب سايت بتاع الجورنال نفسه واشوف هل هو فعلا مناسب ليا، وهل هو فعلا قريب من البيبر اللي انا كاتبها ولا لا. ماشي. لو مثلا الجورنال ده خلاص انا شايف ان الجورنال ده كويس بالنسبه لي وانا عايزه اشوفه، فانا ممكن على طول اقول له فيو ان سكوبس. انا لو فتحت فيو ان سكوبس هيجيب لي البيبر دي على طول، ولكن انا هوريكم دلوقتي ازاي ندخل نشوف الجورنال نفسه على سكوبس، واشوف اعمل له بقى ايفالويشن، واشوف باقي الحاجات او الفيتشرز اللي ممكن استخدمها. بالطريقه دي كده انا قدرت اعمل مقارنه ما بين كل الجورنالز اللي قدامي، واقسمهم بالكوارتايلز، علشان لو انا حابب ابعت مثلا على جورنال الكواليتي بتاعته معينه، او انا محتاج في احيانا مثلا انا محتاج دلوقتي اقدم على ترقيه، والترقيه احنا عارفين دلوقتي ان في الشروط لازم يكون الجورنال Q1 او Q2 او على حسب بقى الشروط عامله ازاي. فانا لا، انا عايز دلوقتي اقدم على الترقيه الفلانيه، فانا محتاج ان انا انشر البيبر بتاعتي في جورنال Q1، يبقى خلاص انا هدور في الجورنالز اللي تكون Q1 فقط، عشان كده هحدد Q1 او اقارن مثلا اشوف ايه الجورنالز اللي هنا وايه الجورنالز اللي هنا، وابتدي بناء على كده احدد انا هنشر في ايه. كده شفنا ازاي عملنا مقارنه ما بين كل الجورنالز دي، وازاي استخدمنا اصلا سايفال في ان انا احدد ايه الجورنالز المناسبه بالنسبه للتوبيك بتاعي، وايه الجورنالز اللي مش مناسبه، وايه الجورنالز الاحسن فيهم في الكواليتي وهكذا. عايزين بقى نشوف هنستخدم سكوبس ازاي في اننا نعمل نفس الخطوات دي، او باننا نشوف برضو نتائج هتكون قريبة، أو ممكن ألاقي شوية نتائج مختلفة، أو لو أنا حابب أشوف الجورنالز الاتنين تولز مختلفين هيرشحوهم لي، وأشوف فعلا إيه الحاجة الأقرب بالنسبة للبحث بتاعي أو للريسيرش بتاعي، وأبتدي أقدم فيها. فأنا دلوقتي فتحت سكوبس، وبرضو زي ما اتكلمنا في الأول إحنا عرفنا الأكسس على سكوبس هيبقى إزاي، وإن أنا أول مرة هدخل هعمل أكاونت جديد أو نفس الأكاونت بتاعي على السفير هبتدي أستخدمه هنا على طول. فاول ما بدخل على سكوبس بيظهر لي على طول الهوم بيج دي، وعندي حاجتين اساسيين هما السيرش اللي احنا واقفين فيها، اللي هي انا بدور بقى على اي حاجه، بدور على دوكيمنت، بدور على اوثر، على باحث يعني، او بدور على افيليشن او على جامعه. وانا كمان لو يعني مثلا انا بدور على دوكيمنت او هكتب كيوردز لبيبر او لتوبيك او اي حاجه، انا اللي هقول له كمان يدور فين، فانا هقول له دور لي في كل حاجه، دور لي في التايتل والابستراكت والكيوردز فقط، دور لي في السورس تايتلز بس. فانا سورس تايتل دي اللي هي اسم الجورنال يعني، او اسم المجله. فلو انا مثلا عايز زي ما ابتدينا في سايفال دورنا باسم جورنال معين، فانا ممكن هنا اجي برضو ادور على نفس اسم الجورنال واقول له سيرش باي سورس تايتل، فهو هيطلع لي المجلات اللي فيها نفس الاسم ده. تاني حاجة عندي هي sources، و sources دي اللي هي كل الجورنالز أو كل المجلات اللي اندكسد على سكوبس أو اللي موجودة فعلا على سكوبس، و دي برضو هستخدمها دلوقتي، بس خلينا نبتدي بالسيرش. فأنا دلوقتي هعمل سيرش على التوبيك بتاعي
بالكيوردز بتاعتي. فخلونا نغير بقى السولار انرجي دي، خلونا نستخدم مثلا اي حاجه تانية، انتربرينورشيب مثلا، عندي ايكونوميك جروث انا كنت كاتباه. فده التوبيك بتاعي، ده الحق دي ده البروجكت اللي انا كنت شغال فيه، او ده الريسيرش او البيبر اللي انا كنت بكتبها، كانت بتتكلم على الانتربرينورشيب والايكونوميك جروث. ودي حاجه في البيزنس، حد مثلا بيشتغل في البيزنس او اي حاجه ممكن يحط كيوردز زياده، يشيل حاجه منهم وهكذا. المهم انا هكتب الكيوردز اللي بتعبر او اللي بيتكلم عنها التوبيك بتاعي، وابتدي اعمل سيرش. فهو هو بس انا اسفه جدا، الانترنت مش احسن حاجه، هنحاول نفتحه تاني دلوقتي. فهو دلوقتي هيدور لي عن الكيوردز دي في كل البيبرز الموجودة عنده، او في كل الدوكيومنتس الموجودة على سكوبس، وهيبتدي يطلع لي ايه اقرب حاجات للتوبيك بتاعي ده، وايه اكتر حاجة فيهم قريبة من نفس البروجكت بتاعي او من نفس الكيوردز اللي انا كتبتها. هو دلوقتي طلع لي ان الاثنين كيوردز اللي انا كتبتهم دول في حوالي 2000 وحاجه دوكيمنت بيتكلموا او فيهم نفس الكيوردز دي، فيعتبر انه ال 2000 نتيجه اللي طلعوا لي او ال 2000 ريزلتس اللي طلعوا لي دول كلهم قريبين شويه من البيبر اللي انا هكتبها. فاقدر كده ابص سريعا اشوف انا لو عايز احدد سنين معينه مثلا، او زي ما اتكلمنا بقى في المرات اللي فاتت، وازاي بقدر الليمت السيرش، وازاي بحدد الكيوردز اكتر بحيث يطلع لي حاجات قريبه فعلا من التوبيك بتاعي وهكذا. انا دلوقتي المهم بالنسبه لي ان انا اعمل اناليسز للريزلتس دي، بحيث ان انا اقدر اشوف ايه الجورنالز اللي اقدر اللي بتنشر في او اللي مهتمه بنفس المجال بتاعي، او اللي اقدر انشر فيها البيبر بتاعتي بعد كده. فاعمل انالايز سيرش ريزلتس، وانالايز سيرش ريزلتس دي احنا اتكلمنا عنها في المرتين اللي فاتوا، ودي بتديني يعني بيعمل لي اناليسز لكل النتائج اللي طالعه لي، فبتديني فكره او بتديني صوره عامه، او بتديني فيتشرز مهمه جدا عن اي توبيك بقى انا هشتغل فيه، سواء بقى انا عايزه اشوف ايه الجورنالز اللي بتنشر، هل اصلا التوبيك مهم او ترندي ولا لا، ايه الاورجنايزيشنز اللي بتعمل فند للتوبيك ده، الصوت كده واضح عند حضراتكم؟ تمام. يعني انا دلوقتي خليتها لغايه 2019 عشان ما يبانش انه بيقل، لان طبعا هو لما بيحسب لغايه 2024 فبيبان انه الاهتمام بالتوبيك بيقل، مع انه مش صحيح، لانه السنين الاخر سنتين ثلاثه دول مش محسوبين لسه. فنخليه لغايه 2019، فاحنا اهو شايفين ان توبيك زي ده مثلا ترندي جدا والناس مهتمه بيه جدا، الابحاث اللي بتتنشر فيه بتزيد جدا، فدي حاجه كويسه. الاهم بالنسبه لي هي دي، وهي الدوكيومنتس بير يير باي سورس. ودي بتقول لي ايه؟ بتجيب لي برضو نفس الفكره، بتجيب لي الجورنالز اللي بتنشر في نفس التوبيك ده،
وبيرتبهم بترتيب الجون على حسب اكتر الجورنالز اللي بتنشر عدد اكبر من البيبرز، وبعد كده بيوريني هم على مدار السنين كانوا عاملين ازاي. فمثلا اهو ناحيه الشمال هتلاقوا التيبل اللي فيه كل الجورنالز اللي بتنشر في نفس التوبيك اللي انا دخلته له او في نفس الكيوردز اللي انا حطيتها دي. وبعد كده هو مختار اكتر خمسه من الجورنالز وعاملهم لي في الجراف اللي ناحيه اليمين ده. الجراف ده بيقول لي ايه؟ الجراف بيوريني الاكتر خمسه جورنالز دول على مدار السنين اللي فاتت كانوا عاملين ازاي. فلو بصينا هنشوف حاجه حلوه جدا، هنلاقي مثلا ان الجورنال اللي هو رقم 3 ده رقم 2 اللي هو تاني واحد هو يعتبر تاني واحد في الجورنالز اللي بتنشر في نفس الموضوع ده، فيعني يعتبر من اهم الجورنالز اللي بتنشر هنا. ولكن لو بصينا هنلاقي ان هو ابتدى ينشر من السنه اللي فاتت بس، من 2018 او من 2017 اكشلي، قبل كده ما كانش بينشر اصلا في الموضوع، ولكن هو دلوقتي يعتبر من اكتر الجورنالز او من اكتر المجلات اللي بتنشر في الموضوع بتاعي. على النقيض هلاقي مثلا ان جورنال زي اللونه ازرق ده اللي هو تقريبا اول واحد او ثالث واحد، المهم ان الجورنال ده على مدار السنين اللي فاتت هو كان اكتر جورنال او كانت اكتر مجله بتنشر في نفس التوبيك بتاعي، ولكن في اخر ثلاث سنين الاهتمام بالموضوع ابتدى يقل شويه عندهم، او ابتدى يظهر مجلات تانية بتهتم اكتر بنفس التوبيك ده. ده بيعرفني ايه؟ ده بيديني فكره عن ان ايه المجلات اللي مهتمه بالموضوع بتاعي في الوقت اللي انا فيه دلوقتي، مش قبل كده ومش حاجه قديمه او كده. لان احيانا بيكون في مجله مثلا مهتمه بموضوع معين وتبتدي تنشر فيه وبعد كده بعد فتره مثلا بيبتدوا تنشر في التوبيك بتاعي، عشان كده يبقى فرصتي احسن في الجورنال او تبقى اكتف. فده كده كان ازاي استخدمت سكوبس في ان انا اطلع الجورنالز المهمه بالنسبه لي او الجورنالز اللي بتنشر في المجال بتاعي، واحددهم واشوف اقارن ما بينهم واشوف على مدار السنين الاوتبوت بتاعهم كان عامل ازاي، او مين كان بينشر اكتر من التاني وهكذا. الحاجه بقى اللي بعد كده السكوبس بيخليني اقدر اعملها هي ان انا اقدر اقارن ما بين الجورنالز دي عن طريق الماتريكس بتاعه سكوبس اللي هي بقدر من خلالها اقيم الجورنال. فخلونا نفتح دي. فهنا مثلا بعد ما فتحنا المقارنه عشان نشوف المجلات دي وضعها قدام بعض عامل ازاي ومين فيهم احسن بالنسبه لي ومين فيهم مش احسن وهكذا، فبيبتدي بقى يجيب لي الجورنالز المختلفه على مدار السنين اللي فاتت ومين فيهم كان احسن كتقييم للجورنال بشكل عام. انا حابه في الحته دي نروح الاول نشوف نفتح اي جورنال كده نشوف اصلا التقييمات دي عامله ازاي او ايه الماتريكس المختلفه عشان نبقى فاهمين اكتر الجزء بتاع الايفالويشن ده. فانا هحاول دلوقتي افتح لكم اي جورنال. ده شكل الصفحه بتاعه الجورنال او المجله على سكوبس، واول ما بفتحها بيظهر لي على طول التايتل بتاع الجورنال ايه، الببلشر مين. فمثلا ده جورنال اسمه سمول بزنس ايكونومكس، مجله اسمها كده بتنشر في الايكونومكس اكيد. الببلشر بتاعها سبرينجر نيتشر، ومن اهم الحاجات اللي لازم ابص عليها اول ما افتح الصفحه بتاعه الجورنال او بتاعه المجله على سكوبس هي سكوبس كفرج ييرز. فهنا مثلا بيقول لي ان المجله دي كانت موجوده على سكوبس من اول 1989 لحد دلوقتي. الحته دي مهمه في ايه؟ مهمة في إن في أحيانا مجلات أو جورنالز بتبقى دخلت على سكوبس في سنة معينة
وبتفضل موجودة فترة وبعد كده تخرج، وممكن تقعد شوية وترجع تدخل تاني، وده بيبقى بيزد على هي مثلا أخلت بشروط معينة. يعني سكوبس عشان مجلة تبقى موجودة أو تبقى اندكسد على سكوبس لازم تبقى بتتبع الشروط المحطوطة عشان المجلة دي تدخل. فلو حصل أي حاجة وأي شرط من دول مش متحقق، الجورنال بيخرج وبعد كده ممكن يرجع يدخل تاني وهكذا. برضو ده مهم بالنسبة لي. في إيه؟ أنا مثلاً دلوقتي نشرت أنا عايز أنشر في المجلة دي، وبعد كده إحنا دلوقتي في 2020، فأنا دخلت فبصيت على سكوبس كفريج ييرز، لقيت المجلة دي كانت موجودة على سكوبس من 1989 لحد 2018 وخرجت. فمعنى كده إن المجلة دلوقتي مش موجودة على سكوبس، فلو أنا هقدم دلوقتي أو هبعت دلوقتي للجورنال ده لازم ابقى عارف كويس ان الجورنال مش اندكسد على سكوبس. فلو انا مثلا هدور بعد كده على اقدم في ترقيه او لو انا عايز انشر اصلا في مجله تكون اندكسد على سكوبس عشان الكواليتي بتاعتها تبقى احسن او اي حاجه من دي، لازم ابقى عارف ان الجورنال مش موجود دلوقتي. الحاجه الثانيه ان احيانا الناس كتير من اساتذتنا او من الدكاتره اللي معانا بيحب بيكون مثلا هيقدم على الترقيه ببيبر اتنشرت السنه اللي فاتت مثلا او السنه اللي قبلها، فممكن ادخل على سكوبس الاقي المجله اللي انا نشرت فيها كانت موجوده على سكوبس من 89 لحد 90، وبعدين خرجت مثلا سنتين ودخلت تاني من 92 لحد 2015، وبعدين خرجت ودخلت من 2019 لحد دلوقتي. فلو انا ناشر البيبر بتاعتي في 2018 فهي كده تعتبر ما كانتش اندكسد على سكوبس في سنه 2018، يبقى البيبر دي ما اقدرش اقدم بيها على ترقيه. فعشان كده الحته بتاعت سكوبس كفرج جيز دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم ابص عليها قبل ما ابتدي ابعت لجورنال او قبل ما اقرر ان انا هنشر في الجورنال ده ولا لا. دي اول حاجه. طبعا بلاقي بقى بقيه بيانات الجورنال، بلاقي السبجكت ارياز اللي بينشر فيها، في احيانا جورنالز بتبقى بتنشر في كاتيجوريز كتير مختلفه عن بعض، فدي كلها من الحاجات المهمه ان انا ابص عليها. طبعا اقدر بعد كده اعمل اليرت للجورنال ده لو هو من المجلات المهمه قوي بالنسبه لي، واي حاجه بتتنشر فيه تعتبر ريفرنس بالنسبه لي برضو ممكن اعمل له اليرت بحيث ان هو يبعت لي على طول. ممكن اشوف الدوكيومنتس اللي بتتنشر فيه على طول. فعندي حاجات كتير جدا اقدر اعملها. طبعا في هنا عشان انا مش لازم اخرج واكتب اسم الجورنال واروح ادور عليه بره عشان افتح الهوم بيج بتاعته، انا ممكن من هنا على طول الجورنال هوم بيج دي هتبعتني على طول على الويب سايت او الجورنال بيج بتاعت المجله دي. ولو انا بقى عايز اشوف الايمز والسكوب واشوف بيانات اكتر عن الجورنال وكده هقدر على طول اوصل لها من وانا جوه سكوبس. خلينا بقى نشوف هعمل ايفالويشن للمجله دي او للجورنال ده ازاي. فانا عندي حاجتين، عندي ناحيه اليمين في كذا متريك، وعندي تحت الرانك او الكوارتايلز. خلينا نبتدي باللي فوق، وهلاقي ناحيه اليمين عندي ثلاث حاجات مختلفه اقدر اقيم بيهم المجله اللي قدامي. اول حاجه منهم هي السايت سكور، والسايت سكور هو ايه؟ هو باختصار السايتيشنز اللي بتيجي للمجله دي. الموضوع ده بيتحسب ان سايت الحسبه بتاعته في السنة دي أو من أول 2019 اتغيرت، اللي هي يعني من أول 2020 بقى بيحسب السايتيشنز اللي بتيجي للمجلة في الأربع سنين اللي فاتوا. يعني مثلا السايت سكور بتاع 2019 زي ما ظاهر كده قدام حضراتكم، السايت سكور بتاع 2019 هيحسب لي السايتيشنز اللي جت للمجلة دي من 2016 ل 2019، وبعدين يقسمها على الدوكيومنتس او كل البيبرز اللي اتنشرت في المجله دي من اول 2016 ل 2019. يبقى هو بيحسب السيتيشنز اللي جت في اربع سنين ويقسمها على الدوكيومنتس اللي اتنشرت في برضه في اربع سنين، ويبتدي بعد كده يديني الرقم اللي هو بيبقى السايت سكور. وزي ما انتم شايفين الحسبه سهله وفيري ستريت فورورد، وهنا مثلا السايت سكور ده كان 7.3. طيب ايه اللي اتغير فيه؟ اتغير ان هو من اول لغايه 2018 يعني لغايه السنه اللي فاتت كان بيتحسب بحسبه شويه مختلفه، كان بيحسب السيتيشنز اللي بتيجي في الثلاث سنين اللي فاتوا على الدوكيومنتس اللي اتنشرت في اخر سنتين. فالحسابات كلها اتغيرت، واتغيرت كلها باثر رجعي
يعني لو جيت بصيت على السايت سكور بتاع 2018 هلاقيه محسوب بالطريقة الجديدة مش بالطريقة القديمة. فعشان برضو لو في حد من الناس اللي حاضرين معانا وكان بيشوف السايت سكور قبل كده أو ليه علاقة باللجان اللي بتعتمد حاجات زي كده أو كده، يبقى نبقى عارفين إن هو السايت سكور اتغير بأثر رجعي. وإحنا برضو عندنا ويبينارز اتعملت مخصوص على السايت سكور وتغير ازاي وايه الفايده لما اتغير وهكذا. كل الحاجات دي نقدر نرجع لها برضو على اليوتيوب تشانل بعد كده. خلينا نرجع للايفالويشن بقى. انا دلوقتي بصيت على المجله دي ولقيت ان السايت سكور بتاعها 7.3، هل معنى كده ان المجله دي كويسه او هل معنى كده ان الجورنال ده كويس فخلاص اروح انشر فيه؟ ايه راي حضراتكم؟ طيب خليني اسال السؤال بطريقه شويه مختلفه. انا بصيت على السايت سكور ولقيته 7.3، هل ده كافي ان انا احدد المجله دي كويسه ولا مش كويسه؟ لا بالظبط كده. السايت سكور لوحده غير كافي. ليه؟ لان انا ما اقدرش اقارن بالسايت سكور ما بين اتنين جورنالز مختلفين عن بعض. فمثلا انا المجله دي بتنشر في الايكونومكس والسايت سكور بتاعها 7.3، ولو انا عندي مجله تانية بتنشر مثلا في الميديسن هلاقي ممكن الاقي السايت سكور بتاعها مثلا 14. فانا عندي مجله السايت سكور بتاعها 7 ومجله السايت سكور بتاعها 14، هل دي احسن من دي؟ برده ملوش علاقه، لان دي بتنشر في مجال ودي بتنشر في مجال تاني مختلف. فعشان كده عملوا الحاجتين اللي جايين دول عشان اقدر اقارن المجله بالنسبه للفيلد اللي هي بتنشر فيه او للكاتيجوري اللي هي بتنشر فيه. فعندي حاجه اللي هو تالت واحد تحت ده اللي هو اسمه سناب او نورماليزد امباكت بير بيبر، وده بيحسب لي الافريج بتاع الجورنال في المجال ده انه ياخد كام سايتيشن، وبيبقى الافريج واحد. وبعد كده الجورنالز اللي بتبقى واخده اكتر من واحد ده كده اعلى من الافريج، واللي بتبقى واخده اقل من الواحد ده كده اقل من الافريج. فده مثلا 2.7، فمعنى كده ان هو ده اعلى باكتر من ضعفين الافريج او المتوسط بتاع المجلات اللي بتنشر في نفس التوبيك ده او اللي بتنشر في مجال البيزنس والاقتصاد والحاجات دي. الاس جي ار او اللي هو اسمه سايماجو ده متريك ثالث مختلف، ده بياخد في عين الاعتبار او بيحط في الحسبه حته كده من البرستيج بتاع الجورنالز او برستيج بتاع البيبرز اللي بيجي لي منها سايتيشنز. فمثلا في مجله عندها 100 سايتيشن ومجله ثانيه عندها 1000 سايتيشن، ولكن المجله اللي عندها 100 سايتيشن جاي لها 100 سايتيشن من مجلات كلها برستيجيوس جورنالز او مجلات كلها الكواليتي بتاعتها عاليه قوي. مثلا جاي لي سايتيشنز من حاجات منشوره في نيتشر ومن سيل ومن لانست، يعني من مجلات معروفه قوي. لكن المجله الثانيه جاي لها 1000 سايتيشن ولكن كلهم من جورنالز كواليتي بتاعتهم اقل شويه. فيبقى هنا ده برضو ممكن يعني يديني اختلاف شويه في الحسبه. فعشان كده هو بيحط الحته دي في طريقه الحساب بتاعته، ويعتبر الافريج او المتوسط المفروض المجله تاخده يبقى واحد، وبرضو لو في حاجه اعلى من واحد تبقى اعلى من الافريج، والاقل من الواحد يبقى اقل من الافريج. وهنا برضو ده واخد 1.9 فده برضو اعلى من المتوسط في المجال ده. هما الثلاثه مهمين جدا عشان على طول بنتسال طب ابص على ايه فيهم. هما الثلاثه مهمين، انا باخد فكره عامه عن المجله وبقدر من خلال الثلاثه ماتريكس دول اقيم المجله باشكال مختلفه واعرف هل هي مناسبه ليا ولا لا. نيجي بقى للاهم واللي احنا اتكلمنا عنه من شويه ونتكلم عليه دلوقتي تاني، وهو السايت سكور رانك او الكوارتايل. الجورنال ده في الكوارتايل الكام؟ ويمكن دي من اهم الحاجات اللي بتهم حضراتكم، علشان زي ما قلنا انها موجوده في قواعد الترقيات وان لازم الجورنال بتاعي يبقى في كوارتايل معين علشان اقدم على حاجه معينه. فدي من الحاجات المهمه قوي نبص عليها قبل ما نبتدي نسبميت البيبر بتاعتنا لجورنال معين. خلينا نبص مثلا قدامنا، احنا زي ما قلنا ان هو بيرتب لي المجله بتنشر في فيلد معين، بيرتبها لي
هي رقمها الكام، هي رقمها الكام ما بين المجلات اللي بتنشر في الموضوع ده، وبعد كده يقول لي هي في البرسنتايل بتاعتها ايه، فانا اقدر احدد هي في الكوارتايل الكام. فمثلا المجله اللي قدامي دي بتنشر في 2 كاتيجوريز مختلفين، بتنشر في البيزنس والمانجمنت وبتنشر في الايكونومكس. فبالنسبه للبيزنس والمانجمنت هي رقم 13 على 220 جورنال بينشروا في نفس المجال ده، فهو ترتيبه 13 على 220 جورنال، فهو كده يعتبر البرسنتايل بتاعته 94، يعني هو من اعلى 6% من الجورنالز اللي بتنشر في المجال ده. كده يبقى في الكوارتايل الكام؟ احنا قلنا من اول 75، لو البرسنتايل من اول 75 لحد 99 ده كده كيو 1 او كوارتايل 1، يبقى كده الجورنال ده واخد 94 يبقى هو كده كيو 1. طيب لو كنا لقيناه من 75 لغايه، من 50 لغايه 75 يبقى كده كان هيبقى كيو 2، من 25 ل 50 كيو 3، ومن 0 ل 25 ده كيو 4. طب لو بصينا في المجال الثاني او في الكاتيجوري الثاني، فالجورنال ده برضو بينشر في كاتيجوري ثاني اللي هو الايكونومكس، وهو في الايكونومكس ترتيبه 45 على 617 جورنال بينشروا في نفس المجال ده، فهو كده البرسنتايل بتاعته 92 يبقى او 92، يبقى هو كده برضو كيو 1 بالنسبه للكاتيجوري الثانيه دي. والحته دي من الحاجات المهمه قوي، لان احيانا بلاقي مثلا مجله معينه او جورنال معين بينشر في 2 كاتيجوريز مختلفين عن بعض، او يعني احنا ممكن نعتبر دول مختلفين عن بعض، هو بينشر في بزنس وبينشر في ايكونومكس. فلو احنا مثلا بنشتغل احنا في الجامعه واحنا عندنا ديبارتمنت او قسم للبزنس وقسم مختلف للايكونومكس، وبعدين انا دكتور او انا ريسيرشر او باحث في القسم ده، وعملت بحث مشترك مع دكتور زميلي في قسم الايكونومكس، واحنا الاثنين قدمنا، وبعد كده جيت ابص على الجورنال، نشرنا البيبر بتاعتنا، جيت ابص على الجورنال، لقيت ان الجورنال بالنسبه للبزنس هو كيو 1 وبالنسبه للايكونومكس هو كيو 2. واحيانا بلاقي جورنالز كده، طبعا ده يعني مش من الحاجات اللي بتتكرر قوي، بس ممكن تلاقوها يعني في حاجات. فانا ببص على الفيلد بتاعي انا، فلو انا في ديبارتمنت البيزنس مثلا انا هقدر اقدم بالبيبر دي وتعتبر فعلا كيو 1 بالنسبه لي، ولو انا عايز اقدم في ترقيه هتتحسب انها كيو 1. طب لو انا في الايكونومكس والجورنال بالنسبه للايكونومكس كيو 2، لا يبقى انا وانا بقدم بالبيبر دي هي نفس البيبر اهي، بس انا بقدم فيها تعتبر كيو 2. عشان كده الايفالويشن ده وان انا ابص على الماتريكس والحاجات دي كلها مهمه قوي ان انا اعملها قبل ما ابتدي اسبميت البيبر بتاعتي الجورنالز، وابقى فاهم كويس الجورنالز دي ايه، ومين فيهم احسن ومين فيهم اكتر مناسب اكتر ليا وهكذا. خلونا بقى نرجع بقى للاناليسز اللي كنا عاملينها، واحنا كنا وقفنا عند اننا من خلال سكوبس هنقدر نعمل كومباريزون او نقدر نقارن ما بين كل المجلات دي بالماتريكس المختلفه اللي شفناها. فانا اقدر انا دلوقتي مرتبهم اهو بالسايت سكور، فهو كان مطلع لي كده مطلع لي 5 جورنالز، هما دول اكتر جورنالز ريليفنت للتوبيك اللي انا حطيته له او للكيوردز اللي انا حطيتها له. انا بقى من خلال المقارنه دي شفت مثلا ان الجورنال ده هو اعلى واحد فيهم في السايت سكور في كل السنين اللي فاتت، لا مثلا هو كان بيقل شويه وفي جورنال تاني اعلى منه وهكذا. ممكن بقى كمان اقارن بباقي الحاجات، يعني citations per year، فمثلا لقيت حاجه بقى مختلفه، لقيت ان الجورنال ده اللي ما كانش ظاهر في الاول كان يعني يبان ان هو قليل، جاي له citations كتير قوي في السنين اللي فاتت اكتر من باقي الجورنالز، فيمكن ممكن دي تكون حاجه مهمه بالنسبه لي. فزي ما اتكلمنا انه ممكن مثلا دي تكون حاجه مهمه بالنسبه لي ان الجورنال ده ال
بيجي يعني جاي له سايتيشنز اكتر بكتير من باقي الجورنالز. فدي حاجه مهمه بالنسبه لي ان انا عايزه اسبميت لجورنال يكون بيجي له سايتيشنز كتير قوي، فيبقى في الحاله دي انا هختار الجورنال ده مع انه هو ما كانش اعلى سايت سكور فيهم. طيب ممكن ابص لحاجه ثالثه زي مثلا الدوكيومنتس باي يير مثلا، كل مجله منهم بتنشر قد ايه في السنه، كام بيبر يعني بتتكلم عن نفس التوبك ده في السنه، فهلاقي برضو ان جورنال مختلف او مجله مختلفه هي اللي طلعت لي، هي مش اعلى سايت سكور فيهم ولا حاجه، ولكن هي دي اللي بتنشر اكتر عدد من البيبرز تخص المجال ده في السنين اللي فاتت. لو انا مثلا كاتب ريفيو ارتكل وعايزه اشوف مين في الجورنالز دي بينشر ريفيو ارتكلز اكتر من الباقيين، فهلاقي مثلا ان جورنال رابع خالص ما كانش ظاهر لي في الاول هو ده اللي بينشر ريفيو ارتكلز اكتر من الباقيين، الباقيين بينشروا اكتر ريسيرش بيبرز. فهي بس حاجات مختلفه كلها اقدر من خلالها اعرف يعني مين فيهم احسن جورنال مناسب بالنسبه لي، وانا بقى اللي هحدد على اساس مثلا انا هنشر بيبر ريسيرش بيبر ولا ريفيو ارتكل، انا عايز انشر في حاجه السايت سكور بتاعها عالي ولا لا، الاهم بالنسبه لي يكون بيجي لها سايتيشنز، هل الجورنال ده بينشر في التوبيك من زمان ولا لسه من قريب، هل هو بطل ينشر ولا لسه بينشر لحد دلوقتي، الاناليسس بتاعه سكوبس واللي قدرت بيها اشوف مين انسب جورنال بالنسبه لي او المقترحات يعني لانسب جورنال بالنسبه لي. اخر حاجه في سكوبس ممكن نعملها هي اننا نفتح سورسز دي اللي فوق، وقلنا سورسز دي بتجيب لي كل الجورنالز الاندكسد على سكوبس، فانا ممكن ادور بالببلشر، يعني مش دي احسن حاجه هتفيدكم دلوقتي، يمكن اللي هيفيدكم ان انا ادور بالسبجكت اريا. طبعا انا ممكن ادور بالتايتل على طول لو انا بدور على اسم مجله معينه، بس انا دلوقتي عايزه اشوف ايه المجلات المقترحه ان انا يعني ادور فيها، فانا مثلا هدور بالسبجكت اريا دلوقتي وهدخل احط له السبجكت اريا بتاعتي هي ايه. فمثلا خلينا نقول له اي حاجه، انا مثلا اهو بشتغل في البيزنس، وهقول له ان انا بشتغل في بيزنس اند مانجمنت اهو اند اكاونتنج، هيجيب لي كل المجلات الاندكسد على سكوبس اللي بتنشر في بيزنس ومانجمنت واكاونتنج، وهيرتبهم لي برضو بنفس الطريقه اللي شفناها، بس ده بقى عدد اكبر من الجورنالز شويه، ومرتبهم لي اهو بالسايت سكور، انا اقول له لا ارتبهم لي بالكوارتايل مثلا. فاهو انا دلوقتي رتبتهم بالهايست برسنتايل، وقلنا الهايست برسنتايل اللي هو الكوارتايل الاعلى، واقدر بقى اطلع ايه اكتر ايه اهم جورنالز بتنشر في نفس الفيلد او في السبجكت اريا اللي انا شغال فيها، وابتدي اشوف هل هم مناسبين ليا ولا لا، وهكذا زي ما كنا بنتكلم. فدي برضو طريقه مختلفه لو حابين تجربوها. خليني بقى اوريكم حاجه كمان. دلوقتي احنا شفنا ازاي بقدر ادور بالسبجكت اريا، بقدر ادور بالتوبيك، بقدر ادور بالكيوردز، بقدر ادور على اسم جورنال على طول واحدد ايه المجلات المختلفه اللي ممكن تساعدني. طيب نفترض ان انا اصلا محدد ان انا عايزه انشر في اي مجله او اي جورنال يكون من خلال السيفير او يكون بيتنشر من خلال السيفير، فانا كان عندي اوبشن ان انا وانا في الصفحه اللي فاتت اللي هي بتاعت سورسز دي ادور بالببلشر واقول له السيفير ويطلع لي هو كل المجلات بتاعت السيفير، وانا احدد بقى انا عايز انشر في ايه فيهم. طيب في حاجه اسهل بقى كمان من كده اسمها السيفير جورنال فايندر. اهو على جوجل على طول هقول له السيفير جورنال فايندر، ودي تول بسيطه جدا بقدر من خلالها ان انا ادخل احط لو انا عندي بيبر خلاص كتبتها احط التايتل بتاعها، احط الكيوردز، وهحط هيطلب مني اهو التايتل الابستراكت بتاع البيبر الكيوردز ده في حاله ان انا خلاص كتبت المانوسكريبت وبدور على جورنال عشان انشر فيه، وهقول له ايه هي الريسيرش اريا بتاعتي، وبعدين اقول له فايند جورنالز، هيبتدي هو يعمل اناليسز للكلام اللي انا كاتبه ده ويطلع لي مثلا 5 أو 6 جورنالز بينشروا في نفس التوبيك اللي انا حطيته له ده، وهو برده هيقول لي
الريليفنس بتاعتهم قد ايه، مين فيهم اكتر حاجه ريليتد للي انا كاتبه، السايت سكور بتاعهم قد ايه، عشان الحاجات دي برضو اكيد مهمه بالنسبه لي. ولكن برضو ناكد تاني للمره الثالثه ولا الخامسه ولا اي حاجه، ان انا اللي في الاخر هطلع خلاص انا اخدت ريكومنديشنز لبعض الجورنالز اللي مناسبه ليا، هروح انا بقى الوظيفه بتاعتي او المهم او الستاب اللي انا هعملها بعد كده، ان انا هدخل على كل واحد فيهم واشوف الايمز بتاعته والسكوب بتاعه، واشوف هو فعلا مناسب ليا ولا لا، وانا اللي هقرر انا هستخدم مين فيهم. طيب هشوف الايمز والسكوب بتاعت الجورنال ازاي. فلو انا خلاص هستخدم او هنشر على جورنال في Elsevier، ممكن ادخل على طول على ساينس دايركت، او حتى اكتب اسم الجورنال على طول، او لو انا على سكوبس زي ما شفنا ادخل على الهوم بيج بتاعت الجورنال. المهم يعني ادخل على الجورنال عشان ابتدي اشوف الايمز والسكوب بتاعته واقراها واشوف بقيه المعلومات عن الجورنال ده، واشوف انا ممكن اعمل ايه تاني. في نفس الوقت انا لازم برضو بدخل على الصفحه بتاعت الجورنال، عشان لو انا خلاص هسبميت للجورنال ده وهبعت البيبر بتاعتي للجورنال ده، احنا طبعا هنتكلم عن التفاصيل البيبر اكتر المره الجايه، ولكن انا لو هسبميت البيبر بتاعتي على لجورنال معين لازم ابقى ماشي على الجايد لاينز بتاعت الجورنال ده، لان كل مجله بتحط جايد لاينز مختلفه في الكتابه، في طريقه تصميم الفيجرز، في طريقه كتابه الريفرنسز او في الستايل اللي همشي عليه في ان انا اكتب الريفرنسز، فكل مجله بتبقى مختلفه عن الثانيه في الحاجات دي. فعشان كده انا كده كده لازم ادخل على الجورنال في الاخر عشان اشوف الجايد لاينز بتاعت الاوثر وكل الحاجات دي. فانا هفتح دلوقتي اي مجله منهم. فدي مثلا مجله او جورنال اسمه ديفلوبمنتال سيل على ساينس دايركت. وللي مش عارف من حضراتكم، ساينس دايركت هو البلاتفورم بتاع Elsevier اللي عليه كل الجورنالز اللي بتتنشر من خلال Elsevier، احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل المره اللي فاتت. فانا دلوقتي فتحت الصفحه بتاعت جورنال من الجورنالز بتاعت Elsevier، فلاقي جايب لي اهو بيانات عن المجله والماتريكس بتاعتها وما اعرفش ايه وكده. وبعدين اهم حاجه هتلاقوا فيه سبميت او اباوت ذا جورنال، وممكن في جورنالز ثانيه بتلاقوا فيها اوثر جايد لاينز. هي هنا هتلاقوها في About the Journal، بس خليني افتح لكم واحد تاني احسن. المهم في الحته دي ان انا لما بفتح الاوثر جايد لاينز ببتدي بقى بيبتدي هو يقول لي انا محتاج اعمل ايه مثلا عشان اسبميت البيبر بتاعتي، هل الجورنال ده بينشر بطريقه الاوبن اكسس ولا لا، واحنا هنشوف دلوقتي ايه الفرق ما بين الطرق المختلفه في النشر، عشان اشوف انا مثلا محتاج ادفع فيز معينه او محتاج اعمل ايه. فكل ده مهم قوي ان انا اعرفه في الاخر قبل ما سبميت طبعا، او قبل ما ابعت البيبر بتاعتي للمجله. فهو زي ما شفنا احنا فاتحين المجله او الجورنال المعين، فممكن اعمل سبميت من هنا على طول، او ممكن اقول له جايد فور اوثرز. طبعا لو قلت له اباوت ذا جورنال، اباوت ذا جورنال دي بقى هيوديني يقول لي ايه الايمز وايه السكوب بتاعه، ودي طبعا من الحاجات اللي قلنا لازم نتاكد منها كويس قبل ما نقرر هنبعت للمجله دي ولا لا. هو الايمز والسكوب موجود، وده لازم 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 اقراهم قبل ما ابعت للمجله دي. طيب الجايد فور اوثرز بقى دي ايه؟ دي بقى اللي هتعرفني اعمل ايه، هكتب البيبر ازاي، هم مثلا حاطين شروط معينه في الكتابه، عايزين ستايل ريفرنسنج عامل ازاي، عايزين الفيجرز تبقى معموله ازاي، هو هيبقى كاتب لي كل حاجه بالتفصيل زي ما حضراتكم شايفين. وابتدي انا بقى خلاص انا قررت ان انا هسبميت للمجله دي، ابتدي ادخل وامشي على الخطوات اللي هم كاتبينها لحد ما اوصل لمرحله السبمشن. انا كده خلصت. احنا شفنا بقى ازاي، شفنا سوا ازاي هنختار المجله، ازاي هنقرر مين فيهم انسب بالنسبه لي، ازاي هنقيم الجورنالز المختلفه بناء على الماتريكس اللي شفناها، ولغايه ما ونستخدم كذا تول مختلفه لغايه ما نستقر ايه هو المجله او ايه الجورنال اللي فعلا هنسبميت ليها. وفضل بس حاجه اخيره، وهي اننا نعرف ايه الفرق ما بين الببليكيشن مودلز المختلفه، وامتى بيبقى مطلوب مني ادفع مبلغ معين، او ايه هو الاوبن اكسس وامتى بيبقى مش اوبن اكسس، وايه الفرق ما بين الحاجات دي. والباشمهندس خالد هيكلمنا عن الحته دي دلوقتي. باشمهندس خالد حضرتك معانا؟
حضرتك. انا هقفل ال تمام. طيب السكرين I will start sharing. أعتذر لحضراتكم الساعة مثل متوسطة. هل حضراتكم ظاهر عندكم السكرين دلوقتي؟ أيوة ظهرت. تمام. طيب خلوني أوضح لحضراتكم حاجة. هتكلم مع حضراتكم دلوقتي على أنا لما باجي أبوبلش عامة إن كانت الجورنالز. إحنا اتكلمنا في خلال البرزنتيشن بتاعت دكتوره شماء على انا بختار جورنال على اساس ايه، والاساس او نقطه البدايه دايما في اختيار الجورنال ان انا المعيار الرئيسي دايما المفروض يكون ملائمه الجورنال كايمز اند سكوب للموضوع بتاع البيبر بتاعتي. انا عايز احط البيبر في الجورنال اللي مناسبه تماما للموضوع اللي انا شغال فيه، فبالتالي انا بضمن ان البيبر بتاعتي هتتقري من الناس اللي المفروض توصل لهم البيبر. كل جورنال موجود معرف لنفسه الاودينس بتاعه، معرف تخصصه، فبالتالي القراء متوقعين ان هم هيلاقوا بيبرز بتتكلم عن موضوع معين، فلما يلاقوا البيبرز بتاعتي منشوره في جورنال ريليفنت جدا ليهم ده بيزود من الفيزيبيليتي بتاعتي. وكل جورنال بطبيعه الحال بيبقى مهتم انه ينشر بيبرز تجتذب قراء اكتر من القراء المعنيين او التارجت بتاعه زي ما هو محدده. وزي ما بنشوف الايمز اند سكوب، شفنا اناليسز يقدر يساعدني في القصه دي، زي ان احنا شفنا من سايفال ايه ازاي اقدر اتريس الجورنالز المرتبطه بموضوع عام او واحده من اللي بنسميهم التوبكس زي ما هي متعرفة وزي ما شفنا مع حضراتكم. بقدر أشوف الجورنالز في سبجكت إيريا بشكل أوسع، وبقدر برضو إن أنا أشوف تحديداً الكيوردز بتاعتي على سكوبس موجودة فين أو بتتحقق في بيبرز منشورة فين بشكل أكتر. كل ده من أجل ملائمة الموضوع، وهو ده المعيار الأساسي. وشفنا برضو إن أنا أقدر أستخدم الجورنال فايندر، عشان الجورنال فايندر يقدر بيستخدم ذكاء صناعي في ان هو يقرا ويفهم الكلام اللي انا قلته في التايتل وفي الابستراكت، ويقترح عليا جورنالز من الزفير. يعني هو الجورنال فايندر بيختلف بشكل رئيسي عن سكوبس وسايفال في انه الجورنال فايندر بيابلاي الالجوريثمز بتاعت الذكاء الصناعي على جورنالز الزفير، بيقارن الكلام اللي موجود في التايتل الابستراكت اند كيوردز بالايمز والسكوب زي ما هو عارفهم في جورنالز الزفير تحديدا. سكوبس وسايفال بيوروني اناليسز مبني على الانترست بتاع الجورنال والماتريكس بتاعته اكروس اول ببلشرز. فانا عندي جزء المعيار الرئيسي بالنسبه لي هو ملائمه الموضوع للجورنال نفسه، يلي ان انا ببص اشوف برضو الماتريكس بتاعت الجورنال شكلها ايه، والجورنال ده قوته ايه، معدلات السيتيشن فيها شكلها ايه، نسبة الارتكلز اللي كانت سايتد في الجورنال. وكلمنا عن الماتريكس سواء كنا بنتكلم على السايت سكور او بنتكلم على الاس جي ار او السنب. في بقى نقطة كمان برضو تهمنا، هو الجورنال ده بينشر بيبرز على اي اساس؟ مبدئيا الببلشنج من ساعة ما ابتدى، واحنا بنتكلم ان احنا الببلشنج كما عرف من القرن ال 17 لغاية دلوقتي كان قائم، طبعا اياميها كان كله بالطباعة. الجورنال كان قائم بالاساس على فكره ان هو بيتلقى مقالات من الاوثرز بيتم تحكيمها علميا، واول ما بيبقى عندنا النسخه المنقحه بعد انتهاء عمليه التحكيم والتعديلات اللي اتطلبت في الجورنال
بيبتدي بعد كده الببلشر بيتولى تجهيز البيبر للطباعه بنفس المحتوى اللي فيها وعمليه التوزيع وعمليه ازاي تكون موجوده في الدنيا كلها، غير ان هو اللي بيضمن الكواليتي بتاعه البير ريفيو بروسس نفسها. الفكره انه بشكل عام سواء كنا بنتكلم على ايام الطباعه او بنتكلم حاليا عن النشر الالكتروني، فالنشر الالكتروني بيتضمن برضو مجموعه من المجهود بتبذل في البيبر اثناء عمليه البي ريفيو والاشراف على عمليه البي ريفيو، ده اللي بيقوم بالببلشر، وفي مجهود تاني بيتحط بعد ما النسخه المنقحه تصدر من ناحيه تجهيزها للنشر الالكتروني نفسه. النشر الالكتروني جزء منه هو التايب سيتنج والكريتنج بتاع البي دي اف في شكل الصالح للطباعه اللي حابب يطبع، بس في جزء اكبر كمان بيندرج تحت النشر الالكتروني بيتضمن التحسين الالكتروني للارتكل نفسه من ناحيه الميتا داتا والقراءه الاليه للجورنال وامكانيه او تطوير التكنولوجي اللي بيقدر يخلي الارتكل ديسكفرابل او يمكن الوصول اليه بسهوله، ومنصه النشر نفسها اللي احنا هنا بالنسبه مثلا لالزفير بنتكلم على sciencedirect.com باعتباره هو منصه النشر بتاعت الزفير، فالقصه داخل فيها كوست في الاخر بيتحملها الناشر سواء كان الناشر ده ناشر ربحي او ناشر غير ربحي. تغطيه تكلفه النشر نفسها بالشكل التقليدي او التراديشنال كان بيتم تغطيتها من مبيعات النشر. قصة أشبه بي أنه أنا لو نشرت كتاب فأنا الكتاب ده بيتغطى تكلفته أو هامش الربح كمان اللي فيه بيتغطى من القارئ اللي بيروح يشتري الكتاب. بالنسبة للجورنالز فالعملية دي بتغطى يا إما باشتراكات، وعادة الاشتراكات بتقوم بها المؤسسات أو المكتبات في الجامعات أو المراكز البحثية. بالنسبه لنا هنا في مصر اللي بيغطي لنا تكلفه ان احنا نقدر نقرا الارتكلز اللي بتنشر بالتراديشنال ببلشنج هو بنك المعرفه المصري، لانه بنك المعرفه المصري بيتضمن اشتراكات للديتابيزز اللي بتنشر البيبرز زي ساينس دايركت وغيره من الناشرين الكبار على مستوى العالم. تراديشنال ببلشنج حاليا بيمثل حوالي اكتر يعني حوالي 70% من كل ما ينشر على مستوى العالم. والفكرة ان التراديشنال ببلشنج ان الاوثر لا يتحمل تكلفة عملية النشر، وتكلفة عملية النشر بيتم تغطيتها من جانب اشتراكات القراء او المؤسسات التابع ليها للقراء نفسهم. فالاوثر بيببلش فري اوف تشارج والسبسكريبشنز بتتغطى من المؤسسات او في بعض الاحيان الافراد ممكن يشترك في جورنال بشخص. ظهر نموذج تاني لعملية النشر اسمه الجولد اوبن اكسس ببلشنج، ونموذج الجولد اوبن اكسس ببلشنج قائم على انه تغطيه تكلفه النشر بتكون من ناحيه المؤلف اللي هو عاده بيكون طالعه من ميزانيه الجامعه او ميزانيه الجهه التمويليه للبحث اللي هو شغال فيه، وفي المقابل بتكون الارتكل موجود بشكل مجاني لكل القراء على مستوى العالم سواء كانوا تابعين لجهات بحثية أو غير تابعين لجهات بحثية. أي حد في الدنيا كلها يقدر يخش على منصة النشر بتاعت الناشر اللي بالنسبة للألزفير احنا بنتكلم على ساينس دايركت ويلاقي الارتكل افيلبل فور فري. اوكي، وعالميا او جلوبالي سبيكينج هو معدلات الزيادة في النشر جولد اوبن اكسس بتزيد سنة ورا سنة، واحنا حاليا بنتكلم لو بنتكلم جلوبالي لو قلنا 70% تراديشنال فده يخلي ان في 30% من اللي بينشروا تحت نماذج مختلفه من الاوبن اكسس واشهرهم الجولد اوبن اكسس. فلو انا هنشر الارتكل بتاعي بالموديل بتاع الجولد اوبن اكسس ببلشنج يبقى انا ساعتها بطالب الببلشر ان المقال يكون متاح بشكل مجاني على منصه الناشر نفسه لكل الناس، وفي سبيل ذلك المؤلف بيغطي التكلفة دي اللي هي عادة بتبقى طالعة من ميزانية الجامعة أو ميزانية المشروع البحثي لو كان ممول من جهة بحثية خارج من جهة تمويلية خارج الجامعة اللي هي الفاندنج ايجنسي نفسها. طيب بالنسبة للجورنالز بشكل عام فالجورنال قدامه اوبشن من اتنين، يا ينشر تراديشنال يا ينشر جولد اوبن اكسس. بطبيعة الحال لو احنا اتكلمنا قبل ظهور نموذج الاوبن اكسس احنا بنتكلم على ان كل الجورنالز كانت بالاساس بتنشر تراديشنال. لما بدا يظهر نموذج الجولد اوبن اكسس والناس بدات تطالب بيه في بعض مناطق العالم بشكل اكتر شويه، بدات الجورنالز تظهر جورنالز بتعتمد على ما نطلق عليه الهايبريد موديل، يعني انا ببعت البيبر بتاعتي للجورنال
وسط ما انا بعمل سبميشن انا بعرف الجورنال ان انا ناوي انشرها تحت نموذج التراديشنال ببلشنج، فانا عارف انها هتكون متاحه على منصه النشر فقط للي عندهم اشتراكات عن طريق المؤسسات بتاعتهم او اشتراكات شخصيه على منصه النشر نفسها. لو انا اخترت وانا بسبميت المانوسكريبت بتاعتي ان انا اختار الجولد اوبن اكسس ببلشنج، فده معناه ان انا بطالب باتاحتها للناس كلها، وفي سبيل ذلك انا هتحمل تكلفه الاي بي سي من الميزانيه الموجوده عندي عن طريق الجامعه او عن طريق التمويل بتاع المشروع البحثي بتاعي. بدا يظهر الخطوه اللي بعد كده ان بدات مطالبات، ويمكن معظمها موجود في اوروبا، انه يبقى فيه جورنالز بالكامل من الجلده للجلده بتنشر فقط اكسكلوسيفلي اوبن اكسس كونتنت بنموذج الجولد اوبن اكسس. فبالتالي الجورنال اللي شغال، يبقى احنا اتكلمنا على فيه جورنالز شغاله بنموذج السبسكريبشن بالاساس، وفي جورنالز تديني الاختيارين، وبدات يبقى في جورنالز كمان شغاله بالكامل جولد اوبن اكسس. فانا عشان انشر في الجورنال ده ما قداميش غير ان انا اتبع نموذج الجولد اوبن اكسس، لان الجورنال ده بيعمل بسياسه 100% اوبن اكسس. فبالتالي انا لو هنشر في الجورنال ده ما قداميش اختيار غير ان انا لازم اغطي الاي بي سي اللي مطلوب في الجورنال نفسه. لو انا رحت الجورنال هايبريد هلاقي الاختيارين موجودين، لو انا رحت الجورنال سبسكريبشن هلاقي فقط اوبشن السبسكريبشن في حد ذاته. طيب، فانا بالتالي انا جزء مهم برضو احيانا على حسب الخط او ميزانيه البحث اللي موجوده معايا ممكن تاثر معايا في اختيار نموذج النشر اللي انا هختاره. طيب، بالنسبه للاي بي سي، يعني احنا بنتكلم في الاي بي سي ارقام معتاده، احنا بنتكلم عاده في متوسط، يمكن احنا بنتكلم مثلا 1000 2000 او 3000 دولار للبيبر الواحده. طبعا في مساحه تباين، معناها ان انا بتكلم على متوسطات، فده معناه ان ممكن في حاجات اقل تبتدي، مثلا لو بتكلم على الزبير في حاجات ممكن تبتدي من حوالي 500 او 600 دولار، وصولا دي في جورنالز بتوصل للاي بي سي فيها ل 6000 دولار، وليها حسبة يعني وليها طريقة تحديد مطولة شوية لإزاي كل جورنال بيحدد الـ ATC بتاعه. هذا لا يمنع إن مازال 70% من كل ما ينشر عالميا هو بينشر تحت نموذج السبسكريبشن. طب إيه قصة الـ Open Access دي بالأساس، وليه بنقول Gold Open Access تحديدا، وهل ده معناه إن في أنواع Open Access تانية ما هياش معتمدة على نموذج الـ ATC اللي بيميز، أو الـ Article Processing Charge اللي بتميز Gold Open Access؟ هي بمعنى اصح او كتعريف مبادئ كده، هو مصطلح الاوبن اكسس سوق في سنه 2001. الفكره انه في مبادره اتعملت اسمها البودابست اوبن اكسس انيشيتيف، الغرض منها من تمكين العامه بالوصول لانريستريكتد فري اكسس للبحث العلمي نفسه. فمصطلح الاوبن اكسس بيرمز في الاخر لاتاحه المعلومات واتاحه المحتوى العلمي للقراء ولعامه الجمهور بشكل رئيسي. طيب، في اكتر من ابروتش اتعمل عشان احقق الهدف ده بتاع اتاحه المعلومه، اشهرهم والاكثر انتشارا اللي انا اتكلمت فيه مع حضراتهم اللي هو الجولد اوبن اكسس. الارتكل لو اتنشر جولد اوبن اكسس معناها ان الناشر هيلتزم بانه الارتكل يتوح يكون متاح بشكل مجاني، نتيجه ان التكلفه تكلفه النشر اتغطت من ناحيه المؤلف. لا طبعا زي ما بقول لحضراتكم في الاغلب بتكون طالعه من الميزانيه اللي تحت ايد المؤلف بتاع البيبر نفسه. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم على ان في افكار ثانيه موجوده عشان نتكلم على الاوبن اكسس. ففي فكرتين رئيسيتين ظهروا في سبيل ذلك. الجولد اوبن اكسس زي ما قلت لحضراتكم ان في ارتكل ببلشنج تشارج او ارتكل بروسيسنج تشارج موجوده اللي هي الاي بي سي، واول ما البيبر بتبقى جاهزه بتبتدي تبقى موجوده اونلاين وفري مباشره. في فكره تانية ظهرت قائمه على فكره انه في ناس محتاجه فعلا، احنا فكره اتاحه المعلومات للجميع هي فكره هي ايديال فعلا حلو، والفكره ان احنا عشان نقدر نسبورت ده ويفضل العمليه فيها سستينابيليتي بالنسبه لاداره الجورنال بشكل كامل والضمان الكواليتي بتاعه الكونتنت اللي طالع والكواليتي بتاعه الديستريبيوشن والنشر الالكتروني نفسه، فظهر نموذج تاني بيهدف الى تحقيق الايديال بتاعه اتاحه المعلومه في نفس الوقت من غير ما يلقي بالتكلفه على الباحث نفسه، اللي هو اسمه الجرين اوبن اكسس. فكره الجرين اوبن اكسس قائمه على انه انا عندي المقال بيمر بثلاث محطات رئيسيه. المحطه الاولانيه انا كباحث كتبت اول مسوده
للبحث قبل ما او اللي هي المسودة اللي انا حضرتها وبعتها للجورنال عشان تتحكم. المسودة قبل الارسال للجورنال حالتها قبل ما تخش البي ريفيو بنطلق عليها لفظ البري برنت، والبري برنت حقوقها الملكية بالكامل مع الاوثر نفسه. طيب دخلنا عملية التحكيم. أثناء التحكيم الريفيورز الأديتور لما بيقرر الجورنال إن الأرتكل ده صالح للموضوع المجلة نفسه وللمعايير اللي حطها المجلة في الإيمز أند سكوب بيقرر إنه هيدخل الأرتكل لعملية التحكيم ويبعته الريفيورز. الريفيورز بيردوا بالتعليقات اللي عندهم على الأرتكل ويبعتوها تاني للأوثر. لما بتبقى accepted with minor أو accepted with major modifications الاوثر يعدل الموديفيكيشنز كما طلبت منه ويبعت تاني ريفايزد مانوسكريبت، ممكن يجي عليها تعليقات تاني ويفضل الارتكل رايح جاي، المانوسكريبت رايحه جايه وبتتحسن في كل سايكل من دول. وصلنا لمرحله انه كل الريفيورز والاديتور خلاص قرروا انه كده كويس جدا اكسبتد صالح للنشر. فانا كان عندي نسخه بري برنت دخلت عمليه التحكيم طلعت النسخه المنقحه في الاخر او اللي بنسميها الاكسبتد مانوسكريبت. الاكسبتد مانوسكريبت هو خلاص المحتوى بعد إجازته من الريفيورز والأديتور إن هو ده خلاص صالح للنشر. الأكسبتد مانوسكريبت بتختلف، بيخش عليها عملية التحسينات من ناحية التايب سيتنج اللي هو فورمات الطباعة نفسه، وبيخش فيها تحسينات النشر الإلكتروني من ناحية تحسين خواص ملف البي دي اف نفسه وقراءته آليا ووجوده وإمكانية العثور عليه أونلاين وإنه يبقى سيرشبل ويطلع في السيرش ريزولت، سواء كنا بنتكلم على منصة النشر أو على السيرش انجنز أو بتكلم على الاندكسيشن بلاتفورم زي سكوبس وغيره. فعملية التحسينات اللي بتتعمل بعد ما بقى فيه محتوى علمي، فيه تحسينات بتتعمل أو نشر بالطباعة وبيظهر في الآخر الارتكل في مرحلة الفاينل ببلشت ارتكل. أثناء عملية التحسين دي حضراتكم يمكن تكونوا شفتوا مصطلح ارتكل ان بريس. Article in Press معناه أن المحتوى بتاعه خلاص تم إجازته لكن هو ما زال يجري عليه التحسينات للوصول للمرحلة النهائية. فهو الفكرة، إحنا فكرة أو الكونسبت اللي اتعمل على أساسه سياسة الجرين Open Access قائمة على أنه طب أنا عندي المحتوى نفسه، أنا عندي المحتوى كما هو، المحتوى اللي هو ظهر في الاكسبتد مانوسكريبت هيفضل نفس المحتوى او نفس المعلومه اللي احتضر في النهايه في الفاينل ارتكل. فاللي احنا فالكومبرومايز اللي اتعملت عشان نعمل عشان يبقى فيه سياسه الجرين اوبن اكسس، قال لك خلاص مش هو المحتوى اللي في الاكسبتد مانوسكريبت هي نفس المعلومه اللي في الفاينل ارتكل، احنا هنسمح للاوثر انه ينشر اونلاين المسوده النهائيه بعد، او مش المسوده اللي هو النسخه المنقحه اللي هي الاكسبتد مانوسكريبت، انه ينشرها اونلاين سواء كانت على صفحته الشخصيه، على صفحه الجامعه، على مواقع زي مندلي مثلا دوت كوم، في مجموعه من المواقع انها تتنشر البي دي اف يبقى افيلبل اونلاين في شكل الاكسبتد مانوسكريبت. والفرق ما بين الاكسبتد مانوسكريبت وما بين الفاينل ارتكل هي زي ما قلنا تحسينات ليها علاقه بتجهيز للطباعه او تحسينات لعمليه النشر الالكتروني نفسه، لكن هي نفس محتوى المعلومه في الاكسبتد مانوسكريبت وفي الفاينل ارتكل. فالجرين اوبن اكسس معناه ان انا كاوثر ليا حق نشر المحتوى العلمي بعد تحكيمه بعد مرور فتره حظر بعد صدور العدد للارتكل نفسه. بمعنى ايه؟ انا عندي بيبر نشرتها بالسبسكريبشن موديل، فانا ما شلتش تكلفه وانا عارف ان التكلفه هتتغطى من اشتراكات المؤسسات او الافراد في الجورنال نفسه. الفكره في حاجه ان الجورنال هيجي يقول لي حضرتك معاك فتره حظر 12 شهر، بعد ما ال 12 شهر دول يعدوا حضرتك الاكسبتد مانوسكريبت في الفري تو شارت اونلاين بابليكلي، يعني ما الناس تقدر تعمل داونلود للبيبر نفسها مكان زي تنشرها بقى على مندلي، على موقع الجامعه، على موقع شخصي للباحث، على موقع المجموعه البحثيه او غيره من وسائل النشر الالكتروني اللي يقدر يقوم بيها الباحث بنفسه. فبقينا سمحنا بفكره اتاحه المعلومه وفي نفس الوقت تكلفه فضله الفاينل ارتكل موجوده من جزء من الاشتراكات بتاعه الجورنال نفسه. في نفس الوقت البري برنت او النسخه اللي هي سابقه على عمليه التحكيم من حق الاوثر انه يشاركها في اي وقت.
اوكي، ما لم بعض الجورنالز ممكن تقول له استنى بس لغايه بعد ما عمليه التحكيم تخلص، يعني بعد ما يبقى عمليه التحكيم تخلص من حقك ترجع تاني انك انت تنشر البري برنت اللي هي نصها ما قبل التحكيم، وتحط لينك الدي او اي بتاع الفاينلي اكسبتد بيبر عشان الناس لو عايزه تقارن البري برنت بالنسخه الاخيره اللي موجوده. الاكسبتد مانوسكريبت اللي فيها نفس المحتوى او نفس المتن بتاع الفاينل ارتكل هتستنى حضرتك فتره الحظر قبل ما تقدر تبتدي تتعامل معاها بابليكلي بشكل افيلبل، لانها في الاخر فيها نفس الكونتنت. ده بنطلق عليه السلف اركايفنج او السلف ببلشنج موجود. فهي نفس الفكره بتاعه اتاحه المعلومه للناس كلها بدون ما نتعامل مع جولد اوبن اكسس ومع تكلفه الارتكل ببلشنج تشارج. فيظلوا دول الفكرتين الرئيسيتين، الجرين اوبن اكسس قائم بالاساس على ان البيبر اتنشرت تحت نموذج السبسكريبشن او نموذج النشر التقليدي عن الجولد اوبن اكسس. طيب يبقى انا لو اخترت من الاول جولد اوبن اكسس فانا في النص اللي في الشمال على الشاشه قدام حضراتكم، لو انا اخترت سبسكريبشن فانا عارف ان انا ممكن اشوف اذا كان الارتكل اذا كانت الجورنال ده بتدعم اختيار الجرين اوبن اكسس ولا لا. بالنسبه لجورنالز الزفير سبسكريبشن بالاساس او الجورنال هايبريد فبينشر سبسكريبشن وجولد اوبن اكسس، فانا عارف انه جورنالز الزفير كده كده بتسمح بالجرين اوبن اكسس بعد، وبيتباين الجورنالز الزفير تحديدا باختلاف فتره الحظر اللي موجوده بتبدا من 6 شهور ل 36 شهر على حسب التوبيك وعلى حسب مدى سرعه التوبيك ده ولا لا. اوكي طيب هل دي افكار الاوبن اكسس كلها؟ لا، اكشلي في افكار للاوبن اكسس ثانيه. يعني هلاقي زي ما قلت لحضراتكم في جورنال شغاله جولد بالكامل، وفي جورنال شغاله هايبريد يعني سبسكريبشن وجولد، والسبسكريبشن ممكن يتبني عليه جرين اوبن اكسس، وفي جورنال شغاله سبسكريبشن بالكامل وبيتبني عليه الجرين اوبن اكسس برضه. في جورنالز خدت ابروتش مختلف شويه، وعاده الجورنالز دي بتكون تبع المؤسسات العلميه بالتعاون مع حد من الناشرين. الجورنالز دي بتتبع نموذج اسمه الدايموند اوبن اكسس. الدايموند اوبن اكسس بيسري عليه نفس قواعد الجولد اوبن اكسس باستثناء ان الاي بي سي مش هيدفعه المؤلف او الجهه اللي هو تابع ليها، لا هو الجورنال الجهه المالكه للجورنال هتدعم المؤلفين وهي هتدفع يعني هتغطي تكلفه النشر نيابه عنه. فلا بقى نموذج الدايموند لا القارئ هيحتاج يدفع حاجه لان بالنسبه له الارتكل ده زيه زي جولد اوبن اكسس، ولا الاوثر هيحتاج يدفع اي بي سي لان في جهه هتدعم مكانه وتغطي تكلفه النشر بدل ما هو كان هيغطيها بالاي بي سي. دي ده اسمه الدايموند اوبن اكسس او السبسيدايزد اوبن اكسس. يعني كمثال مصر حاليا في 10 جورنالز بينشروا تمتلكهم مؤسسات بحثيه مصريه بينشروا بالتعاون مع إلزفير. 3 منهم بينشروا اكسكلوسيفلي جولد اوبن اكسس، يعني بينشروا فقط ارتكلز جولد اوبن اكسس بارتكل بروسيسنج تشارجز، والجورنالز دي بقت قويه جدا في مجالاتها سواء كان جورنال جامعه القاهره او جورنال كليه هندسه جامعه عين شمس او كليه هندسه جامعه الاسكندريه. 3 جورنالز دول بيشتغلوا بنموذج الجولد اوبن اكسس. عندنا جورنال واحد من الجورنالز اللي بتنشرها مؤسسات مصريه بالتعاون مع إلزفير بيتبع نموذج السبسكريبشن، وفي 6 جورنالز تانيين شغالين بنموذج السبسيدايزد او الدايموند اوبن اكسس، ان الجورنال ده بينشر الارتكلز كما لو كانت جولد اوبن اكسس بس بتتغطى تكلفة النشر من ميزانية المؤسسة المالكة للجورنال اللي هي عادة بتكون تبع لأكاديمية البحث العلمي، والأوثر ما بيدفعش تكلفة أو بيدفع رسوم رمزية لأنه ينشر في واحدة من الجورنالز دي. في جورنالز تانية برضو قائمة على نموذج السبسكريبشن، نموذج الاشتراكات اللي الأوثر ما بيدفعش فيه تكلفة للنشر. فينا جورنالز قائمه على نموذج السبسكريبشن فالاوثر مش هيدفع تكلفه وبالاساس التكلفه بتتغطى من الاشتراكات بتاعه الجورنال، بس الجورنالز دي غير انها سامحه للاوثر بعد فتره حظر انه يبقى جرين اوبن اكسس ان الاوثر ينشر هو الاكسبتد مانوسكريبت، في جورنالز بعد مرور فتره اطول شويه بيقلب الارتكل على منصه النشر التابعه ليه بيقلب الارتكل لانه يتحول اوبن اكسس. يعني مثال لو خدنا واحده مثلا اشهر جورنال عند إلزفير في البيولوجي اللي هي سل بتيجي حاطه البوليسي بتاعتها انك انت احنا بنقبل بالاساس سبسكريبشن مع بعض الاستثناءات
اللي احنا ممكن نقبل فيها جورنال يبقى اوبن اكسس باي بي سي، يبقى جولد اوبن اكسس، بس احنا بالاساس بنقبل سبسكريبشن فقط. وبعد مرور 6 شهور بسمح للاوثر انه ينشر الاكسبتد مانوسكريبت اونلاين مكان ما يحب، ولو مر عليها 12 شهر سيل بتقلب الارتكل على ساينس دايركت وعلى سيل دوت كوم انه يتحول الى انه يبقى كما لو كان منشور اوبن اكسس، ويبقى موجود على منصه الناشر نفسه فري واكسسبل لكل الناس. ده اسمه بنسميه عندنا في الزفير الاوبن اركايف، ويطلق عليه برضو اسم الديليد اوبن اكسس. فده كده ايه انواع الاوبن اكسس المختلفه اللي موجوده، سواء كنت هعتمد على نموذج السبسكريبشن ان انا هدفع ان انا سبسكريبشن ان الاوثر مش هيدفع، او نموذج الجولد اوبن اكسس ان الاوثر هيدفع الاي بي سي، ولو سبسكريبشن ازاي الارتكل على مدى الوقت انه اقدر اتيح المعلومه اللي موجوده في الارتكل والسبسكريبشن، سواء كان عن طريق جرين اوبن اكسس او لو الجورنال بيتبع سياسه الاوبن اركايف او الديليد اوبن اكسس. طب الكلام ده هيبان فين؟ هيبان في الجايد فور اوثرز. الجورنال هيقول لي هو شغال ازاي، هل انا شغال اكسكلوسيفلي جولد اوبن اكسس، ولا انا هايبريد بديك الاختيارين سبسكريبشن او جولد اوبن اكسس، ولا انا الجورنال شغال ولو انا هديك حضرتك هتختار الاختيار السبسكريبشن. فالجورنال كسبسكريبشن ايه سياسه الاتاحه اللي موجوده، سواء كان بالجرين اوبن اكسس ايه فتره الامبارجو او الحظر اللي موجوده، وهل الجورنال بيفتح الارتكل بعد مرور فتره اطول في سياسه الاوبن اركايف ولا لا. فدي كده النماذج الموجوده. طيب انا عشان الجورنال لو انا هستخدم نموذج السبسكريبشن، فانا لازم الجورنال يكون قادر على انه يحط المقاله دي كجزء من اشتراكات الجورنال. فلو انا بنشر سبسكريبشن، الاوثر هيتنازل عن الحقوق الكوميرشال كوبي رايتس لصالح الجورنال، عشان الجورنال يقدر يحطها في اشتراكاته ويقدر يبيعها، فبيبقى في كوبي رايت ترانسفير فورم بيمضي عليها الاوثر. لو انا نشرت جولد اوبن اكسس، فانا في الاخر انا نشرت جولد اوبن اكسس عشان اتيح المعلومه بالمجان للناس كلها، فانا لو هنشر بنموذج الجولد اوبن اكسس، فانا هيبقى في اتفاق ما بيني وما بين الناشر على الاتاحه باحتفاظي بالكوبي رايتس. في كلتا الحالتين انا بحتفظ بالحقوق الادبيه، الكلام كله على حقوق اعاده الاستخدام او حقوق الاطلاع للغير. فلو انا نشرت بنموذج الجولد اوبن اكسس وانا دفعت اي بي سي، فبيبقى في 2 لايسنسز بيتم بتستخدمهم انزفير بشكل رئيسي، وفي بقى في اوبشن ثالث كمان دلوقتي جديد للتمبلت جديده لليوزر لايسنس انزفير برضو موفرها، بس اشهرهم اللي هم الكرييتيف كومنز لايسنس، ودي ستاندرد لايسنسز بتطبق في مجالات مختلفه مش بس النشر العلمي. في واحده منهم اللي هي اسمها الكوميرشال لايسنس سي سي بي واي، وده معناه انه الاوثر بيحتفظ بحقوق تجاريه دي او كوميرشال رايتس للبيبر نفسها. الكوميرشال لايسنس انزفير بتوافق عليها فقط للاكاديميين، الناس اللي موجوده اللي بتنشر ابحاث من الصناعه بيبقى الاختيار الوحيد لهم اللي هو الكوميرشال نون سوري السي سي بي واي ان سي ان دي اللي هي النون كوميرشال نون ديريفاتيف لايسنس. اوكي موجود قدام حضراتكم على السكرين الفرق ما بين الاكسس رايتس باختلاف البوليسي، سواء كانت كوميرشال او نون كوميرشال لايسنس، ودول التمبلتس اللي بتطورهم الانيشيتيف بتاعت كرييتيف كومنز بالاساس. طيب انا كباحث بقدر انشر الارتكل بتاعي امتى، وامتى يبقى من حقي ان انا اعمل له ابلود اونلاين؟ انا كاوثر البيبرنت النسخه خلتش تحكيم كان بي شيرد اني وير اني تايم، مع العلم ان بعض الجورنالز اللي بتتبع سياسه الدبل بلايند ريفيو، يعني اللي هم بيعموا اسم الاوثر عن الريفيور، بيقول لك ما انا عشان هعمي اسمك عن الريفيور ما تجيش حضرتك تحط الارتكل البري برنت في مكان تاني اونلاين اسمك، بعد اذنك استنى نخلص تحكيم عشان نقدر تحط البري برنت مكان ما حضرتك تحب، بس عشان نحافظ على بلايند اللي بيتطلب انه يبقى الاوثر والريفيور مش عارفين بعض. الجورنالز اللي شغاله سنجل بلايند اللي هو الريفيور بيبقى عارف مين الاوثر بس الاوثر ما يعرفش مين الريفيور، عاده بتسمع نشر البريبرنت حتى من قبل عمليه السبمشن. لو انا بعد الاكسبتنس وبعد التحكيم بقى عندي الاكسبتد مانوسكريبت، ودي افتر اكسبتنس انا بيبقى ليا حق ان انا انشرها. لو انا ناشر بنموذج سبسكريبشن فانا ليا حق ان انا انشرها برايفتلي جوه الجامعه او مع ناس انا اعرفها زي ما انا احب،
الاكسبتد مانوسكريبت، ولو انا عايز انشرها بشكل بابليك بتبع سياسه الجرين اوبن اكسس بعد فتره الحظر زي ما اتفقنا عليها اللي هي موجوده عندي كافتر امبارجو. لو الجورنال جولد اوبن اكسس فهو بيبقى متاح نشره مباشره سواء كان تحت سي سي بي واي لايسنس او النون كوميرشال نون ديريفاتيف لايسنس، ان هو بيبقى افيلبل فور فري بعدها على طول، وانا اقدر اخد نفس الارتكل اللي موجود على ساينس دايركت ده واقدر انشره في اماكن ثانيه كمان as long as الاماكن الثانيه دي نون كوميرشال موجوده، الا لو انا اللايسنس بتاعتي بتسمح بكوميرشال شيرنج. والسبسكريبشن ارتكلز انا اقدر اعمل لهم شير از ا لينك، انا بتكلم على طول بعد انتهاء يعني هو صدر على طول الارتكل، انا لسه مش بتكلم على فتره الحظر. الفكره انه لو انا نشرت البيبر بتاعتي مع جورنال من جورنالز السفير فانا باخد لينك، اللينك ده اي حد بيوصل له اللينك ده بيبقى عنده حق الاطلاع على البيبر لمده 55 يوم فور فري، مع انه الجورنال ده مع انه الارتكل ده سبسكريبشن. فبالتالي لو انا نشرت الجورنال البيبر بتاعتي تحت نموذج السبسكريبشن في جورنال بيسمح لي بالجرين اوبن اكسس بعد 12 شهر، انا اول ما نشرت الارتكل السفير هتديني لينك لمده 55 يوم بيبقى شغال ان اي حد يقدر يداونلود البيبر على طول. وبعد مرور ال 55 يوم الجورنال بيبقى بيهايند الباي وول، ممكن البري برنت تبقى موجوده اونلاين بس النسخه المنقحه او المعلومه المنقحه تفضل تحت الحظر لفتره الامبارجو. بعد مرور 12 شهر لو احنا اتكلمنا على امبارجو بيريد 12 شهر او 18 شهر مثلا في حاله جرين اوبن اكسس، انا كاوثر من حقي ان انا ارجع اشير تاني الاكسبتد مانوسكريبت اللي كانت موجوده عندي. الكلام ده لا ينطبق على جولد اوبن اكسس لان جولد اوبن اكسس متاح من اول صدور الارتكل اونلاين ان هو مفتوح للناس كلها. اتمنى ده يكون وضح لحضراتكم شويه امتى اقدر اشير الارتكل نفسه. يعني بكده نكون وصلنا لنهايه السيشن بتاعه النهارده، ويسعدنا استقبال اسئله عند حضراتكم. انا لسبب مشكله حصلت عندي في الانترنت كونكشن اسئله كتيره من اللي حضراتكم سالتوها للاسف مش ظاهره عندي خلال السيشن، فانا برضو هستعين برضو الدكتوره شيماء برضو ايه تشوف ايه الاسئله بتاعت حضراتكم اللي حضراتكم سالتوها على الكيو اند اي برضو. شكرا جدا لحضرتك باشمهندس خالد. انا هنبص سريعا على الاسئله اللي كانت في الكيو اند اي دلوقتي، وبرضو لو في اي حد من حضراتكم لسه عنده اي سؤال او حاجه يا ريت يكتب لنا على طول دلوقتي في الـ Q&A عشان نرد عليهم على طول. انا في سؤال شايفه عندي اللي هو الفرق ما بين الـ SGR والـ SNP. طيب هو الـ site score بالاساس والـ impact factor عامة او اللي هما الـ main metrics بتاعت الـ journals قائمين على ان هما بيعملوا نسبة ما بين الاستشهادات وما بين عدد الـ documents المنشورة. لو الـ طبعا في حبة اختلاف تركب من الارتكلز اللي ما بتتعدش، واحنا بنتكلم في فتره زمنيه شكلها ايه، بس في النهايه هو نفس المبدا بتاع النسبه ما بين الـ 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 الاستشهادات لعدد الارتكلز للجورنال. الاس جي ار بيشتغل بطريقه مختلفه. الاس جي ار جه قال لك ان مش كل السيتيشنز تتساوى. انا كتبت ارتكل 12 في جورنال وجاله سيتيشن من جورنال قوي جدا زي سيل ولا جول ولا نيتشر، جورنال قوي جدا جدا في مجاله، فالسيتيشن دي مقارنه بسيتيشن ثانيه جات لي من جورنال اضعف مني تساوي. فكل سيتيشن بتتضرب في وزن نسبي معتمد على ان هي جايه من جورنال اعلى ولا جورنال اقل. فبالتالي الاس جي ار بيخش في الحساب بتاعه السيتيشنز دي جايه من جورنالز اقوى ولا من جورنالز اقل، وده اللي بيفرق، ده الويتنج فاكتور اللي بيخش فيه كده. الجي ار بيمثل نوع من انواع البرستيج للجورنال نفسه لانه هو مش بيساوي السيتيشنز ببعض. السنب مختلف تماما عن ده، ان السنب فكرته انه الكلام اللي كنا قلناه لحضراتكم ان سواء كنا بنتكلم على السايت سكور او الامباكت فاكتور فهو رقم ونسبه ما بين الاستشهادات وما بين عدد الدوكيومنتس بنهايه المطاف. الفكره انه في تباين كبير في الفيلدز وبعض، عشان كده قلنا استخدام السايت سكور او استخدام الامباكت فاكتور المفروض يكون مقارنه للجورنالز بالجورنالز الثانيه اللي في مجاله. لو انا جيت قلت ان في جورنال سايت سكور
حضراتكم شو من شويه. هذا لا يعني ان الجورنال ده قوي او ضعيف، الفكره انه الجورنال الخمسه ده هل هو رقم عالي بالنسبه للفيلد ولا رقم قليل بالنسبه للفيلد. السنيبت عمل عشان يساوي الفيلدز كلها ببعض، بمعنى ايه؟ ان السنيب السيتيشنز اللي جالها الجورنالز بعدد السيتيشنز اللي متوقع انها تيجي للجورنال في الفيلد ده، يعني بيبقى عنده متوسط. لو انا السنيب بتاع جورنال واحد معناه ان الجورنال ده بيجي له عدد سيتيشنز قد متوسط عدد السيتيشنز اللي في الفيلد ده. لو الجورنال السنيب بتاعه باتنين فده معناه انه بيجي له ضعف عدد تيجي للجورنال في الفيلد ده، فهو اسمه السورس نورماليزد امباكت بير بيبر. هو بيقارن كل فيلد بالفيلدز اللي فيه، ففكرته عامله زي البرسنتايل والكوارتايل من هو بيقارن الجورنالز جوه المجال نفسه. اتمنى ده يكون جاوب على سؤال الاس جي ار والسنب. في سؤال على الجورنال with an exact 75 percentile is it Q2 or Q1؟ لو هو 75.0000 هو الفكره في حاجه ان الكوارتايل بيبتدي with an open، يعني لو حد من حضراتكم هو سؤال رياضه اكتر منه سؤال نشر، هو it's an open set، فهو من بعد ال 75 بالظبط بيبتدي اللي هو as an open set ان احنا نتعامل معاه ان هو في الكوارتايل الاعلى. في سؤال برضو من حضراتكم تاني على ال H index وال site score وال impact. ال site score وال impact factor بيقيسوا الجورنال. الفرق ما بين السايت سكور والامباكت انه بياخد عندنا سنه تقييم ل 2019 بيشوف الاستشهادات اللي جت للارتكلز في الجورنال ده في سنه التقييم اللي اتنشرت في 2016 17 18 و19 جالهم كام سايتيشن في 2016 2017 2018 و2019. فهو اربع سنين من السيتيشن للارتكلز المنشوره في الاربع سنين دول. الامباكت فاكتور لا حسبته مختلفه، انه بيشوف السيتيشنز في سنه واحده بس اللي هي سنه التقييم اللي هي سنه 2019 للارتكلز اللي اتنشرت في سنتين سابقين لسنه التقييم. يعني الامباكت فاكتور بتاع 2019 بيشوف السيتيشنز اللي جت في 2019 للارتكلز اللي اتنشرت في 17 و18. في برضه اختلاف تاني ما بين السايت سكور والامباكت فاكتور، ان السايت سكور بيحسب الدوكيومنتس والسايتيشنز اللي جت لدوكيومنتس هي جزء من اللي هي اوريجينال ريسيرش بيبر او ريفيو بيبر اللي هي الحاجات البي ريفيود. اوكي فبيشوف دي الدوكيومنتس بس اللي بيعدها في البسط في المقام كعدد دوكيومنتس، وبيعد الاستشهادات اللي جت للارتكلز دي تحديدا. ليه؟ لان الجورنال بيبقى فيه ارتكلز ثانيه مثلا الايديتوريال افتتاحيه كتبها الاديتور، كورسبوندنس خطاب اتبعت للاديتور والاديتور نشره فهو ما هواش بير ريفيود، والحاجات دي بيحصل لها سايتيشنز. السايت سكور لا بيعد دول كدوكيومنتس ولا بيعد السايتيشنز اللي جايه لهم. الامباكت فاكتور ما بيعدهمش كدوكيومنتس بس بيعد السايتيشنز اللي جايه لهم. فده الاختلافين الرئيسيين ما بين منهجيه السايت سكور ومنهجيه الامباكت فاكتور. ال H index مختلف تماما عن ده، لان ال H index معمول ان هو بالاساس طور بالاساس لان هو يكون متريك للاوثر نفسه، وبعض وتم استخدامه في الجورنالز في بعض الحالات. بس هو ال H index فكرته ان هو بيقارن كام دوكيمنت تخطوا عدد معين من السيتيشن. يعني لو انا اوثر وكتبت 20 بيبر وال H index بتاعي 10، معناها انه 10 بيبرز من ال 20 دول حصلوا على الاقل 10 استشهادات. ال 10 التانيين ممكن يكون جالهم استشهادات ما كملوش ال 11 استشهاد عشان كنت اتنقل للرقم الاعلى. اوكي؟ لو انا ال H index بتاعي 4 معناه ان انا عندي 4 بيبرز كل واحده من الاربع بيبرز دول تخطوا الاربع استشهادات. تخطوهم قد ايه؟ مش فارق معايا، يا رب يكون اول بيبر جابت 1000 سيتيشن. بس الفكرة انه البيبر الخمسة كانت محتاجة انها تعدي 5 citations عشان يحصل. فده كده السؤال اللي بعده. طيب بالنسبة لقصة الاوبن اكسس والتكلفة، في معلومة كده اولانية انه وفقا لمبادرة اسمها Research for Life موجودة globally، الدول متوسطة من 25% من الاي بي سي اللي موجود، و25%
واحيانا في بعض الاحيان برضو ان انا كاوثر ممكن ابعت الادتور اقول له انا بعد اذنك عايز استثناء للويفر، عايز فول ويفر للارتكل. احيانا الادتور لو متمسك قوي بموضوع البيبر ده وشايف انها مفروض تتنشر عنده، احيانا الادتور يدوس لي الويفنج للارتكل بروسيسنج تشارج لو الجورنال مثلا شغال جولد اوبن اكسس فقط والادتور متمسك بالارتكل ده، فهو ممكن يديني ويفر ويستثنيني من الاي بي سي اللي موجود. طيب مين المؤسسات اللي بتدعم البحث؟ بتفرض عليك انك لازم تنشر اوبن اكسس بجولد او دايموند، ان الارتكل لازم تكون متاحه من اول يوم في الفاينل فورمات بتاعها. امثله على ده مثلا المنح المموله من الاتحاد الاوروبي تفرض عليا الاوبن اكسس فانكشن، لازم يبقى جولد او على الاقل دايموند. اوكي، الفكره في حاجه انه المؤسسات دي انا لو بقدم على مشروع منحه تمويليه اوروبي، فانا لازم وانا بعد الميزانيه بتاعه المشروع بحط بادجت لاين لان انا مثلا في 15000 يورو هخليهم عشان انشر 3 او 4 بيبرز من قلب المشروع ده. الجهه التمويليه بتمنعني من ان انا مخرجات المشروع البحثي اللي هم بيمولوه ان تنشر سبسكريبشن. ساعتها لو انا معايا منحه من دول انا لازم اتجه لي جولد اوبن اكسس ببلشنج او في بعض الاحيان الدايموند اوبن اكسس ببلشنج، بس ما ينفعش اروح للسبسكريبشن موديل. في ثانيه برضو بعض الجامعات في مصر بيتبع عندها ميزانيه مخصصه، بتبقى مخصصه ميزانيه لانه احنا هنغطي مثلا شايلين ميزانيه ان احنا هننشر مثلا 20 قد 20 اي بي سي هنغطيهم. احيانا ده طبعا بتختلف سياسه من كل جامعه، لانه احيانا بعض الجامعات بتبقى حاطه ميزانيه للاوبن اكسس. في سؤال عن الاكسس للاي بوكس في الزفير لايبراري، هيبقى في ويبينار قريبه ان شاء الله عن هنتكلم فيها عن عن قصه البوكس، بس لسه يعني تحت الترتيب مع بنك المعرفه المصري انه ان شاء الله. مين المؤسسات اللي حاطه جولد والدايموند اوبن اكسس اللي موجود في مصر؟ انا الليسته اللي عندي مش اكزوستيف، مش يعني احنا برضو كسكوبس ما بيبانش في سكوبس مثلا مين سبسيدايزد ومين جولد. بالنسبه لنا الاثنين اوبن اكسس، يعني اللينك على موقع النشر بي دي اف على طول، سكوبس بيقدر يريبورت. انا اقدر اقول لحضراتكم انه إلزفير كناشر احنا عارفين مين الجورنالز اللي بتنشر بالتعاون مع إلزفير اللي موجوده اندر جولد اوبن اكسس او اندر سبسيدايزد اوبن اكسس ببلشنج. وبرده ممكن اعرضها لحضراتكم في الشات بنهايه المحاضره برده. طيب بعد كده، هل ممكن بنك المعرفة يدعم خدمات زي المراجعة والتنقيح وخلافه؟ يعني حد علمي انه بنك المعرفة كان في اتفاق ما بينه وما بين شبرينجر نيتشر انه خدمات البروفيشنال اديتنج للانجوج تتم عن طريق بنك المعرفة المصري نفسه. انا مش متأكد اذا كان ده موجود لسه ولا لا، بس دي كانت سيرفيس بنك المعرفة بيوفرها بالتعاون مع شبرينجر نيتشر، ويقدر نشر برضو كبيرة موجودة. فخدمات زي كده موجودة، لأن عادة خدمات البروفيشنال لانجويج اديتنج بتبقى paid for service، بس بنك المعرفة كان بيغطي بخطاب، بيبقى لازم بيبقى فيه خطاب من الجهة البحثية أو الجامعة لبنك المعرفة إنه حطوا الأرتكل الفلاني في مشروع البروفيشنال اديتنج اللي بيوفره بنك المعرفة بتاعه مع شبرينجر نيتشر. أنا بأمانة ما عنديش معلومة قوي هل ده قائم لسه ولا لا، وحضراتكم ممكن ترجعوا لبنك المعرفه المصري في حاجه زي كده على support@ekb.eg. في سؤال عن البليجرزم، اعتقد ان احنا هنتاتش بيز على قصه البليجرزم وازاي اخد بالي منها وانا بكتب في الويبينار الجايه. السبمشن، السؤال بتاع دكتور محمود عن مراجعه البحث واعاده الارسال، هل الري سبمشن او ان انا ابعت رايزد مانوسكريبت عاده بيكون من نفس البورتال بتاع اللي انا بعت فيه بيبر اول مره؟ ممكن ده نقطه شويه اكتر الويبينار الجاي.
هل من ممكن من خلال بنك المعرفة نشر أبحاث؟ بنك المعرفة المصري قرر أنه الجورنالز المصرية اللي ملهاش وجود إلكتروني ومش بالتعاون مع ناشرين دوليين زي إلزفير أو غيرهم، أنه بنك المعرفة المصري هيعمل هوستنج للجورنالز المصرية على موقع بنك المعرفة نفسه. فبالتالي ففي جورنالز مصرية طبعا لمؤسسات مصرية موجودة على موقع بنك المعرفة المصري نفسه، وده برضو إتاحة من مساعدة البنك المعرفة المصري لأن وجود نشر إلكتروني من شروط الإدراج دلوقتي في قواعد البيانات زي سكوبس وغيره. هو بنك المعرفة ما بينشرش أبحاث بنفسه، بس بنك المعرفة بيستضيف الجورنالز المصرية اللي هي تقوم بدورها تنشر أبحاث وتبقى موجودة على منصة بنك المعرفة نفسه. في حد جاله فيدباك على في حد جاله فيدباك ان بيبر مناسبه اكتر انها تبقى سمري عن انها تبقى سيستماتيك ريفيو. هو السيستماتيك ريفيو از ا فورمات في الببلشنج، وعاده احنا بنتكلم على بايو ميديكال فيلد. What should I do to further rejection؟ هو الفكرة في حاجة انه انا تجربة ان انا ابعت لمكان والمكان ده يترفض، لو جالي الفيدباك انه هو بالتالي لو انا حابعت اعمل resubmission للبيبر ابعتها تاني من اول وجديد للجورنال ده، يبقى انا لازم ابعتها لهم summary. لو انا مش مقتنع بالفيدباك اللي جالي وشايف لا ان هي مناسبة تبقى systematic review، انا ممكن اخد نفس المانوسكريبت اللي اترفضت خلاص بما انه الكلام وقف ما بيني وما بين الجورنال ده وانتهى خلاص، ان انا اروح بيها الجورنال تاني جايز يقتنع انها لا مناسبه انها تبقى سيستماتيك ريفيو. فاتمنى ده يكون جاوب سؤال حضرتك. طيب انا دي يمكن دي الاسئله اللي ظاهره عندي. انا برضو هطلب من دكتوره شماء برضو انها تشوف لو في اسئله تانية ظاهره عندها، بس يعني هننتظر دقيقة برضو عشان احنا عشان برضو وقت حضراتكم برضو ممكن ناخد اسئلة كمان، بس انا حابب ان انا اشير مع حضراتكم ازاي ممكن نقدر نوصل للبريزنتيشن النهاردة وازاي نقدر نوصل للشهادة، وبعد كده ممكن نكمل مع بعض في اي اسئلة حضراتكم حابينها. احنا بنعتذر عن التأخر في البداية، وزي ما حضراتكم شايفين كان يعني في تكنيكال ايشوز طلعت اكتر من مرة. نتمنى انه الانترنت كونكتيفيتي عندنا برضو تتحسن شوية، وكده كده في ضغط جلوبال في العالم كله على الانترنت، ويمكن الخدمة بتتأثر مش بس عندنا في مصر، بس يمكن بنشوف كمان تأثر مماثل في دول حتى متقدمة جدا. يعني بنعتذر لحضراتكم عندها مرة تانية. طيب احنا مبدئيا الترينينجز اللي بنعملها هي جزء من مبادره ريسيرشر اكاديمي. ريسيرشر اكاديمي معمول هي مبادره لإلزفير لتوفير دعم وبناء قدرات للباحثين على مستوى العالم. ففي نصين في ريسيرشر اكاديمي، نص كورسات موجوده اونلاين متاحه بالكامل بالمجان. حضرتك تقدر تخش على researcheracademy.com هتلاقي كورسات اونلاين available for free في مواضيع مختلفة، في research preparation, funding, writing your research, publication process, navigating peer review, communicating your research وغيرهم. فحضرتك بتخش يعني مثلا في مجموعة sessions هتحضرها عشان ناخد السيرتيفيكت بتاعة الكورس بتاع المانوسكريبت preparation. فباخد certificate of completion لما بخلص مثلا 3 أو 4 sessions عن المانوسكريبت بريبريشن. السيشنز دي مستقله عن السيشنز اللي بنعملها مع حضراتكم اونلاين دلوقتي او السيشنز اللايف، سواء كانت بنعملها عند حضراتكم بنزور حضراتكم في الجامعات او بنقدر نعملها مع حضراتكم خصيصا اونلاين، ويمكن ده يكون ابتدى شويه في الفتره الاخيره انه يبقى فيه اعتماد اكتر على الويبينارز. الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك هي إلزفير أفريكا. نتمنى ان حضراتكم تقدروا تتابعوا السيشنز اللي احنا بننزلها، بننزل announcements للسيشنز والريسورسز مختلفة حضراتكم تقدروا تتابعوها. وفي كمان اليوتيوب شانل بتاعتنا اسمها إلزفير أفريكا، وهكتبها لحضراتكم على الشات. يوتيوب C/Elsevier تظهر لحضراتكم خلال ثواني على الشات.
في تأخر حاصل في المحاضرات المسجلة، آخر كم محاضرة مسجلين، هما مفروض هيتم رفعهم كلهم مع بعض في وقت قريب بإذن الله. احنا نتمنى من حضراتكم انه if you can subscribe هيطلع لحضرتك notification على اليوتيوب اول ما يبقى فيه فيديوهات جديدة بتنزل على الشانل نفسها. وبرضو في القناة بتاعتنا على برايت توك كنا بنعمل عليها live webinars، هتلاقوا فيه live webinars بلغات مختلفة منهم العربي، وقد تكون أقدم شوية لأن احنا بقى معظم الويبينارز دلوقتي بنعملها على زوم، بس في ويبينارز جديدة بتنزل بالإنجليش لسه على البرايت توك شانل وبلغات تانية كمان. وفي الفيسبوك بيد، الفيسبوك جروب بتاعتنا السفير كوميونيتي، دي مكان إننا يبقى فيه نقاشات ما بيننا وما بين حضراتكم أكتر شوية. يعني كاختلاف ما بيننا وما بين البيج، إن الكوميونيتي is a two-way channel ما بيننا وما بين حضراتكم. اخر حاجه عشان حضراتكم تقدروا توصلوا للشهاده وللبرزنتيشن بتاعت النهارده، هنطلب من حضراتكم تروحوا researcheracademy.com وتعملوا ساين ان بالايميل بتاع حضراتكم، نفس الايميل اللي بتستخدموه على مندلي، على ساينس دايركت، على سكوبس، على سايفال، على اي حاجه من حاجات السفير، على الايديتوريال مانجمنت او كريفيور او كاوثر لاي بيبر حضرتك اشتغلتوا فيها مع السفير. ففي الاخر هو نفس الايميل والباسورد بيشتغلوا اكروس اول السفير سوليوشن. وانس ان حضرتك دخلت عملت ساين اب لو لسه هتعمل اكونت جديد او هتعمل لوج ان، وانس ان حضرتك ساين ان على ريسيرشر اكاديمي هنروح بعدها تاني خطوه لللينك اللي قدام حضراتكم على السكرين اللي هو bit.ly/els اللي هي السفير داش اي تي بي بنك المعرفه المصري كلهم سمول داش 23/09/20 اللي هو تاريخ اليوم. وهتلاقي حضرتك لما تخش على الصفحة دي هي موجودة جوه موقع Researcher Academy للوركشوب بتاع النهارده، هتلاقي فيه فايل اسمه How to get your certificate، ده شارح خطوة بخطوة ازاي حضرتك تنزل السيرتيفيكت وتتأكد ان اسمك مكتوب فيها صح، وازاي تقدر تعمل داونلود السيرتيفيكت وبالاسم اللي حضرتك عايزه كل حاجة تبقى مظبوطة. وبرضه حضرتك هتلاقي ان البرزنتيشن دلوقتي حضرتك تقدر تعمل لها داونلود على الموقع اللي زي ما قلت لحضراتكم اللي هو bit.ly، وممكن اكتبه لحضراتكم برضه على الشات. وفي الاخر حضرتك على نفس الويب سايت ده على نفس البيج دي بعد ما بتجيب الفايل بتاع هاو تو جيت يور سيرتيفيكت والبرزنتيشن هتدخل حاجه اسمها الكليم كود اللي مكتوب قدام حضراتكم بالبرتقاني لست حروف، وحضرتك ساعتها تقدر تعمل داونلود للسيرتيفيكت باسمك. بس نطلب من حضراتكم تبصوا على الخطوات الاول زي ما هي موجوده في هاو تو جيت يور سيرتيفيكت عند حضراتكم. يعني بكده انا هكتب لحضراتكم اللينكين دول على الشات. والكليم كود برضو اتكتبوا لحضراتكم على الشات. يعني بكده نكون نفكر حضراتكم انه لسه في ويبينار في السلسله اللي مع حضراتكم عن كتابه وتحضير المانوسكريبت، وبرضو في ويبينار مهمه جدا جدا بكره يوم الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرا برضو موجودة على موقع بنك المعرفة ekd.eg/events عن دور الماتريكس ريسيرش ماتريكس بالنسبة للحصول على منح تمويلية. هكون باللغة الإنجليزية بكرة ومعنا ضيف من فريق السفير متخصصين في مساعدة الجهات المنحة، هيوضح لحضراتكم ازاي حضراتكم يعني هي جزء من سلسله عن كيفيه الحصول على مقترح تمويلي ويمكن على تمويل لبحث وتقديم مقترح تمويلي لجهات المنحه. ده جزء من سلسله ابتدت يوم الخميس اللي فات، وبكره هنتكلم على دور الماتريكس في عمليه التمويل، وهتبقى السلسله بتاعه الجهات التمويليه اخر سيشن فيها هتبقى يوم الثلاث برضو الساعه 2 ظهرا، هتكون بتتكلم على كتابه المقترح التمويلي نفسه. يعني بكده نكون وصلنا لنهاية الويبينار النهاردة، ده الإيميل بتاعي وإيميل دكتورة شماء واللينك الفيسبوك بيج والفيسبوك جروب.
كده نكون وصلنا لنهاية الويبينار النهاردة. أنا موجود مع حضراتكم برضو نحنا نبص على الأسئلة اللي موجودة. الأسئلة سواء كانت الأسئلة الجديدة اللي اتسألت أو دكتورة شمال أو تقدر تساعدني في الأسئلة اللي كانت ظهرت عند حضراتكم قبل كده. في حد بيقول ان اللينك مش شغال بتاع السيرتيفيكت قد يكون في يعني في الاغلب قد يكون في بطء في السيرفر بتاع ريسيرشر اكاديمي شويه، فلو مش شغاله مع حضراتكم هطلب من حضراتكم ممكن خليني اجرب احط لينك تاني في ال طيب انا هبص اللينك المطول بصي برضو على الاسئله، انا هحط لحضراتكم اللينك المطول، اعتقد انه ممكن يكون يشتغل مع حضراتكم اسرع من اللينك المختصر. هتلاقوه نزل على الشات حالا، هو اللينك طويل researcheracademy.elsevier.com/workshop/كلام كتير او كود طويل شويه. اللينك ده المفروض يشتغل، واللينك بتاع بيد اللي اوله بيتلي برضو المفروض هيشتغل مع حضراتكم، بس يعني I think there is something wrong with the server دلوقتي. يعني حضراتكم ممكن تستخدموا اي من اللينكين الاثنين المترادفين في ده. دكتورة شيماء برضو انا في انتظار لو حضراتكم لو حضرتك عندك انا بس كان في عندنا في الاول اسئله بخصوص الجورنالز اللي بتبقى اندكسد اصلا على سكوبس، وايه الكرايتيريا المفروض يتبعوها. احنا كنا اتكلمنا عن ده في السيشنز اللي فاتت، بس تاني الاندكسنج بيتم عن طريق كوميتي من ساينتستس ما لهمش علاقه بالسيفير، كوميتي منفصله يعني، فما فيش اي بايس في الموضوع، فبيحطوا الكرايتيريا بتاعتهم. في حاجات اساسيه زي مثلا الجورنال يكون عنده ابستراكت الانجليش، يكون بير ريفيود، يكون بيصدر ريجولرلي او على فترات محدده. في بقى حاجات ثانيه مختلفه زي بتشمل البوليسيز والريفرنسز والتوزيع الجغرافي بتاع الاديتورز والريفيورز وحاجات زي كده. فالجورنال لازم يحقق كل الشروط دي علشان يقدر يبقى اندكسد في سكوبس. في حد كان بيسال ان في جورنال بتكليم ان هم بير ريفيوز بس هم دي ار نوت. صوتك بعد شويه دكتوره شيماء. بقول لحضرتك كان في سؤال برضو ان الجورنالز بتكليم ان هم peer reviewed while they are not. اعتقد ده ممكن يحصل، بس ما اعتقدش ان هم ممكن بعد كده يبقوا indexed في platform زي سكوبس او زي البلاتفورمز التانية المعروفة، لان الاندكسنج في البلاتفورمز دي بيحتاج متابعة وريفيوين كتير جدا، فبيبقى لازم فعلا يكونوا حققوا الشروط المطلوبة. كان عندي أسئلة تانية. في شروط كمان للإندكسيشن، منهم إن الأبستراكت يبقى بالإنجلش، إن يبقى في سياسة أثكس معلنة ويتم مراجعتها وتحكيمها من الكونتنت سيلكشن أدفايزوري بورد، ودي اللي بتتضمن أكاديميين ولايبريريانز على مستوى العالم، هم اللي بيقرروا صلاحية الجورنال للإدراج في قاعدة بيانات سكوبس. الفكرة انه زي ما حضرتك قلتي في جورنالز بتدعي انها بتعمل عملية تحكيم وهي لا فيها تحكيم ولا فيها حاجة، وبتدعي انها جولد اوبن اكسس وهي مش جورنال بالاساس. ما نطلق عليه البريداتوري جورنالز او الجورنالز اللي هي بتنصب في الاخر. فالفكرة في حاجة انه انا وجود الجورنال وجوده مدرج في قواعد بيانات عالميه زي سكوبس او ويب اوف ساينس بيضمن لي ان في حد نقح وراجع الجورنال ده انها تكون تستحق الادراج في قاعده البيانات ولا لا. ده الاختلاف الرئيسي ما بين الكيوريتد داتا بيزز وما بين سيرش انجن بيدور على اي حاجه بحثيه موجوده اونلاين
انه بيحاول يديسكفر از ماتش از بوسيبل موجود اونلاين، سواء مثلا بتكلم على جوجل او جوجل سكولر which are non curated databases بالاساس. برضو في برضو بنفس النقطة، فالمشكلة في البريدتري جورنالز ان انا نشرت، وعذروني في اللفظ، تحت بير السلم في الاخر، في جورنال ملوش اي مصداقية علمية، لان ملوش اي عملية تحكيم. انا اذيت نفسي بانه انا البحث بتاعي الناس مش هتقدر تتعامل معاه بجدية ومش هتصدقه، لانه هو مش منشور في مكان له مصداقية. الحاجة التانية، الناس هتبتدي ممكن تشكك في مصداقيتي انا شخصيا. الحاجة الأخيرة، إنه أي حد هيستشهد بأرتكل منشور بجورنال في جورنال ملوش مصداقية، هتبتدي الناس تشكك فيه. لأن أنا لو بقى كاتب بيبر وبعتها لجورنال قوي وعندي رفرنسز جاية من جورنالز ما هياش ليها مصداقية، الناس هتبتدي الأديتورز والريفيورز هيبقوا متشككين في البحث بتاعي نفسه، لأنه هو اعتمد على مصادر غير موثوق فيها بالأساس. طيب انا ال دكتوره شيماء استاذنك، انا عشان بس بيجي لنا اسئله كتيره على ال الناس مش عارفه تنزل السيرتيفيكت ده. اللينك المطول زي ما كتبته لحضراتكم، ده اسم السيشن النهارده ومدتها زي ما حضراتكم شايفين. هو مكتوب ريجستريشن از كلوزد، لانه التسجيل احنا خلاص عملنا ورشه العمل، فمفيش تسجيل مسبق، خلاص مفتوح. هاويفر حضرتك بتقدر تعمل تملا البرزنتيشن، بتنزل البرزنتيشن ماتيريالز اللي احنا استخدمناها النهارده من هنا، وفي هنا الخطوات بتاعه الحصول على السيرتيفيكت موجوده بالصوره بخطوه بخطوه. وحضرتك هنا هتدخل الورك شوب كود الست حروف زي ما كانوا ظهروا لحضراتكم، وممكن اكتبهم تاني لحضراتكم في السيشن في ال زي ما كان موجود لحضراتكم في زي ما ظهر لحضراتكم على السكرين من شويه، وزي ما هكتبها في الشات لحضراتكم تاني. وبنطلب من حضراتكم برضو انكم تاخدوا السيرفي اللي موجوده هنا، your feedback is very important to us. وكمان بيبقى في سؤال في الاخر، بنطلب من حضراتكم ايه التوبكس اللي حضراتكم حابين ان احنا نغطيها في الفتره الجايه. ده بيساعدنا جدا جدا في ان احنا الورك شوبس بتاعتنا تبقى فعلا بتمس موضوعات هامه لحضراتكم. لو ظاهر لحضرتك رساله ان you don't have any certificates yet، ده عشان حضرتك دخلت على حسابك. انا لو دخلت على حسابي هنا ممكن الحساب بتاع بايميل الزفير عندي ما فيهوش سيرتيفيكتس قوي، ففي هو مثلا اثنين سيرتيفيكتس هنا موجودين. لو ده ملوش علاقه، ده ان انا بقدر اخد الكورسات الجاهزه اللي على ريسيرشر اكاديمي او اي حاجه ثانيه انا حضرتها. الفكره الاساس ان انا بعد ما بعمل ساين ان على ريسيرشر اكاديمي بفتح تاب جديده وبدخل اللينك المطول، وبعدين ناخده كات ونكتبه لحضراتكم تاني في الشات عند حضراتكم هنا، وبندخل الورك شوب كود زي ما كان ظهر لحضراتكم زي ما كان الورك شوب كود، خليني اكتبه لحضراتكم تاني لست حروف. ظهروا لحضراتكم على الشات دلوقتي. الايميل بتاعي k.chalan@elsevier.com، وكتبته لحضراتكم في الشات. في سؤال، يعني ايه decision pending؟ احيانا بيبقى اكتر من ريفيور حطوا الريفيو بتاعهم، والاديتور لسه مش عارف ياخد قرار بناء على الريفيوز اللي جات له دي. فاحيانا بيبقى الاديتور ساعتها لما بيجي له conflicting reviews، ده على سبيل المثال، ايه اللي يخلي الريفيوز تكون اتعمل خلصنا ريفيو خلص بس لسه الديسيجن ما اتخدش؟ احيانا الاديتور بيحس انه محتاج ياخد راي كمان، فبيبعت الارتكل تاني، بيدور على ريفيورز اضافيين ياخدوا يدوا له ريفيو كمان، بحيث ان هم يرجحوا اراء مختلفه جات له من ريفيورز مختلفين. ده مثلا مثال ليه ديسيجن ممكن يبقى pending على في submission. في اسئله لحضراتكم، هاو تو افويد بريدتري جورنالز. اكشلي احنا عملنا كذا ويبنار عن الموضوع ده، ممكن حاجات مسجله وموجوده على اليوتيوب شانل بتاعتنا عن البريدتري جورنالز. وممكن
وممكن برضو حضراتكم ترجعوا له على اليوتيوب، وبرضو نحاول ننظم لحضراتكم حاجة في المستقبل برضو تكون تركز مرة تانية، تبقى نوع من أنواع الإعادة على البريداتوري جورنالز تحديدا. عن مندلي احنا هنتكلم الويبينار الجاية هتتقاطع مع مندلي، هيبقى فيها عرض سريع لمندلي المرة الجاية، وفي اوريدي ويبينارز متسجلة عن مندلي موجودة عن على الشانل بتاعتنا على الزفير افريكا على اليوتيوب. وخلال شهر اكتوبر برضو هيكون في ويبينار هتخش يعني برضو هنغطي مندلي تاني في جدول ويبينارز في اكتوبر، لسه ما نزلش على موقع بنك المعرفة بس هيتم الاعلان عنه قريبا. دكتورة شماء، هل في أسئلة تانية ظهر عند حضرتك حابة نغطيها؟ أعتقد إحنا غطينا كده أغلب الأسئلة. أنا عندي فعلا أسئلة كتير عن مندلي، إحنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وهنتكلم عنه بالتفصيل المرة الجاية إن شاء الله في خطوات الكتابة بتاعت المانسكريبت. أنا مش عندي أسئلة تانية ما تجاوبتش. لو برضو في أي حد من حضراتكم عنده أي استفسار يبلغنا قبل ما نخلص المحاضرة. برضو احنا موجودين مع حضراتكم على الفيسبوك جروب ومعاكم ايميلات بتاعتنا لو حضراتكم عندكم اي اسئله حابين توجهوها لنا، وبنعتذر لو كان في اسئله خلال الانترنت ديسربشنز اللي حصلت تاهت مننا، برضو احنا هنحاول نقدر نوصل للاسئله دي برضو ونتواصل مع حضراتكم. and please feel free ان حضراتكم تتواصلوا معنا برضو بالايميل. نشكر حضراتكم جدا على وقتكم وعلى تواجدكم معنا. في ناس كانت بتسألني على الويبينار بتاعة بكرة، أنا خلوني أكتبها لحضراتكم تاني اللينك المباشر والميتنج آي دي لمحاضرة بكرة الساعة 2 ظهرا. برضو شرفنا ان حضراتكم تكونوا معنا، وحيكون في ناس تانية موجودين مع حضراتكم بكرة، ونتمنى نقابلكم برضو على خير في المحاضرة الأخيرة في السيريز اللي مع حضراتكم لشهر سبتمبر يوم الأربعاء القادم. هنكون أنا ودكتورة شماء مع حضراتكم برضو على المانسكريبت بريباريشن. نشكر حضراتكم جدا وإلى أن نلقاكم بإذن الله قريبا. شكرا لكم. Thank you.